السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ومع حصتكم حصة بعد التسعين بقناتكم قناة البلاد تي في. كالعادة الحضور رضا عباس، نصفقوا على رضا. أهلا وسهلا وشرك يا رضا. مساء الخير مراد، مساء الخير لكل المشاهدين. رضا دائما اومني بريزون والحمد لله. لحلو الحاج لحلو، مساء الخير. السلام عليكم. الحمد لله راني بديت نديبلاسي بشويه. لا اليوم على بالك انت لعبت تيتولار ومن بعد لعبت رومبلاسون، مي اليوم راح تلعب تيتولار وكاب كابيتان. علاش؟ باسكو اليوم الموضوع تاع الاسدوز خاص باللي قال لك راح يكون مع ملال وجماعه ورؤساء النوادي، دونك اليوم انت اللي راح تهضر، احنا نتفرجوا برك ونسمعوا هكذا. داكور. محمد خزروني مساء الخير. مساء الخير مراد، مساء الخير جمهورنا الرياضي. البارح مشيتوا للبرج، رحنا بالجماعه ايه برج بو. انا مشيت معكم على كل حال. رحنا البارح زوبا مداوي محمد بوطاجين كان قندوز، كان شكون ثاني ذكرني، وجوه رياضيه بشاري الدولي السابق دي دوزربيت بشاري دكتور بشاري الاعلاميين اللي مقران حرحات بالك مقران حر. وهذا في اطار بطبيعه الحال النشاط اللي تقوم به وزاره دريس البيئة. دقيق دريس دقيق قلتوا وزاره البيئه يعني الغرس وحمله النظافه الحاج الحلو حمله النظافه، ولكن فيه نشاطات رياضيه. احنا مشينا في النشاطات الرياضيه غرس غرس كانت مقابله ما غرس ما شفتوش غرس بالخف تقول ما غرس غرس اربع سجار يا مورا الله يبارك الله شفقوا عليه غرس اربع سجار. وكان نشاط رياضي كان سمي ماراثون بالنسبه للاطفال، وكذلك كانت المقابله بين الصحفيين واللاعبين الدوليين خزروني قندوز وغيرهم مع قدماء واد راس الواد. راس الواد راس الواد مشكورين على كل مشكورين مراد مشكورين ماشي لانه ربحناهم، ولكن مشكورين 6000 فورماسيون فورماسيون سبق عارف سبق عارف معناها ما قالناش شحال ربحوا. لا لا ربحونا 3-1 مبروك عليهم. هذا كمقدمه، ولكن جماعه على ذكر البرج معنا اليوم الضيف اللي هو مراد قصار. اهلا وسهلا بك. اهلا بك سي مراد. مراد اللي هو رئيس نادي البرج الثاني، يعني اتحاد البرج الفريق الثاني اللي في الدول فرق الدنيا يعني المجموعات تروازيام ديفيزيون لاماتور. هذا رايح لانه الموضوع اليوم كذلك داخل في ركن 1 2 3 فوت، وراح نتكلموا على لاماتور على الهواة. اذا في البدايه مع الركن الاول وهو 1 2 3 فوت. إذن نبقى معكم ومع برنامجكم قلت 1 2 3 فوت، ولكن خليوها رضا للبطولة العربية، بحيث انه يوم غد ان شاء الله مولودية اللي راح تمثلنا ان شاء الله احسن تمثيل، لانه راه في اللقاءات الأخيرة هذه ظهرت يعني بنتائج إيجابية على مستوى محلي ان شاء الله على مستوى عربي. إذن نشوف هذا التقرير فيما يخص يعني مولودية الجزائر والنصر السعودي. بعد أن بدأت بوادر الشفاء تتجلى في مولودية الجزائر والتأمت جراحه ولو نسبيا محليا، يسعى أشبال عادل عمروش إلى التألق عربيا والعودة بنتيجة إيجابية من العاصمة الرياض في مباراة ذهاب الدور 16 من البطولة العربية للأندية، والتي ستجمعه هذا الثلاثاء بالنصر السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة 5 بتوقيت الجزائر. مباراة لن تكون سهلة لرفقاء عزي، بما أن المنافس أبان عن مستويات لا بأس بها وحقق نتائج جيدة في الدور السعودي مكنته من الارتقاء للمركز الثاني في الترتيب العام، كما أنها لن تكون سهلة أيضا لسبب آخر وهو عدم فعالية خط هجوم العميد، ناهيك عن غياب اللاعب عبد الرحمن بورديم بسبب العقوبة المسلطة عليه من إدارة الفريق. لكن في المقابل من ذلك سيستفيد مولودية الجزائر من عودة 3 لاعبين أساسيين إلى صفوفه. مشكل آخر يؤرق عشاق المولودية هو حداثة تنصيب المدرب عادل عمروش وضيق الوقت للتأقلم مع اللاعبين لإيجاد التكتيك المناسب. ورغم كل هذا فإننا نستبشر خيرا في هذه المباراة، بما أن العميد له أيضا نقاط قوة وأسلحة يمكنه من خلالها العودة حتى بالزاد كاملا من الرياض للعب بأريحية في لقاء العودة بالجزائر يوم 28 من الشهر الجاري. هذا عن مولودية الجزائر مباشرة محمد من ناحية التقنية. على كل حال كيفاش تشوف أنت المباراة به؟
شوف مراد، المقابلة تاع غدوة مع النصر السعودي مدية العاصمة، ما يخفلكش أنه المقابلة اللي لعبوها مع الدفاع البحريني كانت مالغري ربحوا فيه الدفاع البحريني هدفين لواحد، ولكن نجم نقول باللي المقابلة وفي الروتور لعبوا في ملعب 5 جويلية كانت مقابلة صعيبة، لأنه هذا المستوى عندهم مستوى لبس به النصر السعودي يلعب كرة لبس بها، وفي الترتيب تاعه هو ثاني في الشامبيون. في الأمان الرفاعة ماشي الدفاع. الرفاعة الرفاعة الرفاع 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 ولكن المقابلة تاع النصر السعودي راح مش راح تكون سهلة مراد، لأنه فريق يلعب كرة لبس بها عنده لاعبين، ولكن احنا مولودية العاصمة عودنا أنه يلعب كرة لبس بها في المتاحف هذه العربية والإفريقية مع المدرب تاع مولودية العاصمة اللي عمروش بالك تكتيكمون يفون اتر بريزون في المقابلة هذه، حتى نقول عودة بعض اللاعبين ثلاث لاعبين يعودوا له في المقابلة هذه، والمولودية راح تعطي ان شاء الله. هذا واش اللي نتمنى، اللي لاحظنا مانيش عارف الا توافقني فيه نوع من تحسن بالنسبة لهذا، ما هو مازال ولكن فيه يعني ما لا رضا. كيفاش تشوف صحيح هذا يعني بعد بعد احداث البرج الفريق سجل استفاقة ربما تكون وثبة بسيكولوجية اللي حققها العميد بعد الأحداث اللي صارت له في البرج اليوم. إن شاء الله غدوة نتمنى له التوفيق في المباراة، رغم أن المهمة راح تكون صعبة وصعبة جدا، لأنه النصر السعودي من الأندية الكبيرة في السعودية، يحتل المراتب الأولى، عنده لاعبين ممتازين، لاعبين ثلاثة ولا أربعة برازيليين، عنده قاعدة الشعبية، عنده مرافق كبيرة وكبيرة جدا. غدوة العميد راح يكتشف هذا النصر السعودي، وبالمناسبة كما كان يقول الحاج عندها بزاف، قلت باللي وفق الصيف وماذا راح يديروا الحج، حتى مولودية الجزائر راح يديروا الحج، لأنه بعد المباراة راح ياخذوا الطيارة جدة يعتمروا وبعد يدخلوا الجزائر. وزيد كاين حاجة مراد اللي راح تزيد تضرهم المولودية هو المناخ، المناخ راح تكون حراره اليوم رايت العق 36 37 على الساعه الخامسه ما. ولكن المستوى تاع البطوله هذه طلعت شويه، لاباس ان انا نقول مراد مستوى كبير وكبير جدا يفوق المستوى تاع الكره الجزائريه، حتى الهزيمه تاع الصيف الصيف يعني دليل هو الصيف حق الهزيمه تاع الصيف اللي هذو الفرق يلعبوا كره، لانهم عندهم بعد الامال رضا الطرق على اللاعبين، يجيبوا لاعبين برازيليين، يجيبوا لاعبين لعبوا في اوروبا، لا ماجوريتي دي جوا سي فانت كارير، يمشي يعطي الخبره تاعو. كاين ميزه خاصه الحلو، كاين ميزه خاصه بالنسبه للبطوله هذه، واش هي؟ هي الاموال، الفلوس بيان سور، الفلوس على 7 مليون دولار، فكرنا في هذه 7 مليون دولار، 7 مليون ودمي، 7 مليون دولار هذه للفريق، للفريق والاحسن لاعب يدي 2.5 مليون دولار. لا مهم كي تشارك في هذه المنافسه، حتى تكاليف السفر إجمالية على عاتق الاتحاد العربي اللي يرأسه آل شيخ، هما باش ينتظروا باش تكون تزكية من طرف الاتحاد الدولي على المنطقة. هما كانوا وعدوهم باش يتقبلوها، هما وعدوهم انك تحدثت مع في مصر مع الحجرة وروا يسمرهم في اتصال مع الانفانتينو باش يدخلها في حسابات الفيفا وتصبح يعني تشارك في المونديال تاع البطوله العربيه. في البطولات العربيه كاع الفرق في المشاركه يطولك دراهم، اون فوا تلحق ولا بريزون شارج توتال، ستادير من اللي تروح من الطياره من اللي بيرجومون كاع هذه ياخذوها بعين الطياره يعطوك دراهم. الاشكاليه وين؟ ما اعتقدش انه الفيفا راح تمد الاعتماد لهذه البطوله، لانه في الميثاق الرياضه والاخلاقيات الرياضه وحتى في القوانين العامه تاع الاتحاديه الدوليه وين كاين هذا العرق والدين والنكده ما يعطوش هما قال كل السواسيه ما كاش هذه البطوله العربيه لانه خاصه بالعرب دونك ما. شكرا رضا بارك الله فيكم يعطيكم الصحه على كل حال كمدخل هذا، ونتمنوا النتيجه الايجابيه بالنسبه لممثلنا اللي هو نادي مولوديه الجزائر. نبقى مع الركن الاول دائما وهو 1 2 3 4 1 2 3 اليوم ما نتكلموش على الوان ولا تو، ما عدا ممكن مقابله البرج مع سطيف اللي راح تكون يوم غد ان شاء الله بدون جمهور. بعد غادي يعني كاين مقابله اتحاد العاصمه كاين اتحاد العاصمه مع شباب القبائل ما يمش. احنا المهم اليوم رايحين نتكلموا على الرابطه، ما نقولش الرابطه الهوات يعني رابطه الهوات يعني الدرجه الثالثه 1 2 3
تري يعني الثالثة. نرحبوا مرة أخرى بسيد عمر مراد قصار عفوا اللي جانا من البرج. نعرفوا احنا المشكل تاع البرج هذا ولكن هذه خلي قضية من بعد. كيفاش انت سيرت كرئيس ومازالك تسير، كيفاش تسير تاع فرق الهواة بالمقارنة مع الرابطة الأولى والثانية؟ هما هو على بالك في كرة القدم لو نير دو لاغير هو دراهم. كاين فرق اللي عندها امكانيات وتسير. نعطيك على سبيل المثال واتسوف. واتسوف منين الامكانيات مثلا تاع واتسوف بارابور الاخرين؟ بالك عندهم سبونسور، بالك البلديه تاعهم ريش، بالك باسكو على بالك هذو كل عندهم ارتباط مع الامكانيات. صح. هي كي تكون بلديه غنيه تمد الاموال للفريق ويكونوا كاين دي سبونسور، كاين كيما نقولوا احنا دي زون اندستريال، دي ناس اللي تقدر تعاون، هذو كاينين. وكاين فرق واحده اخرى اللي ما عندهاش الامكانيات ولكن كاين حاجه تعتمد على لي جوار تاعها، يعني ما تسحقش بزاف دراهم، تعتمد على لي جوار اللي هي تكونهم. هنا ما تسحقش دراهم، هنا يقتسم الناس هذو الفرق هذو تقتسم على اثنين. كاين الناس اللي عندها دراهم وتتكل على لي ريكروتمون تجيب من برا وهذه تاكل على دراهمها، وكاين فرق واحده اخرى عايشه بالامكانيات المحدوده ولكن الفرق تاعها هي اللي تفورميهم، دونك ما تحتاجش بزاف دراهم. على ذكر دراهم، ما نبقاو في دراهم، شحال الراتب مثلا ولا العقد ولا بريم سيناتور؟ بكري انا نعرف بريم سيناتور اسكو مازالها. شحال يدي جوار في الهواة درجة ثالثة؟ في النيفو هذا المشاهد يعرف. ايه في النيفو هذا سيدي بريم، ما كاينش سالير. هما دايرين لهم اجور ولكن ما يديرهمش دي سالير. على بالي ممنوع يعني قانونيا ممنوع. كاين حتى اللي يدي 40 مليون 40 مليون في الشهر. في الشهر كاين يبدأ من 3 ملايين، يبدأ من باطل حتى ال 50 مليون في الشهر. كاين دي جوار اللي يسلكوا هذا ومستوى تاعهم طالع، يعني يقدر يلعب في الرابطة الثانية ولكن يفضل يهبط لتحته. اكزاكتو، على الهوات. على الهوات كاين دي جرون جوار اللي هبطوا، يعني يكون يلعب في مد في الرابطة الأولى والثانية ويروح يعاون فريق تاع واسمو في ولكن أنا نزيد نبقى دائما نفس معاك سي مراد. هل هاد اللاعبين هادو مأمنين مثلا؟ هاسكو يعني لازم واجب. هما شوف هما انت راك تقول لا بالي هما هما التأمين يعني لازم لاسيرونس. من تاك تحوس تقول لي مأمن على دراهمو؟ لا ماشي لا التأمين مأمن 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 بيان سور كاين لاسيرونس داير في لونجاجمون كوم لاسيرونس تاع الاولاد. ما كاينش كيف يحط ان دوسي وما يحطش معاه لاسيرونس، لازم لاسيرونس تاع الاولاد. عندك الحق ما كانش كاين. تأمين كنقول تأمين ماهوش غير تأمين، ماهوش لاكناس. لا ماشي لاكناس، تأمين ماشي الضمان الاجتماعي. هاي صح. شوفوا ماشي الضمان، يعني نشوف على لاكناس مثلا، يعني مأمن بالنسبة لي لاكاريير تاعو. هذه اللي هذه تعود للجوار، هذه ما كاينش. حاب يروح يأمن روحه، أما الفريق يأمنوا يوم نعت الحوادث اللي بليسير. هذه غير موجودة، يعني هذه هاوي، هو هاوي. يبقى هاوي. اسمح لي، نو سوني با ان سالاري، نو اسمح لي. وكاين تأمين غير أجارة يقدر يروح يأمن روحه. لا هذه حاجة واحدة أخرى. هو إذا كان بغى الفريق، لا الفريق تفضل محمد. ويكوتيزي أنا نعطي لك الفرق باسكو أنا كنت تخدم ديجا مدرب ما الحاك حيدرة حيدرة ونعرف شحال يخلصوا اللاعبين تاعي وشحال يخلص المدرب. حيدرة شغل ماشي هو حيدرة، دائما شغل هو حيدرة. قال لي حاك حيدرة جاتني شغل غير حيدرة. دي حيدرة قديم مراد زي 1936 حاك حيدرة وكاين بارادو اللي قدم اللي قدم وكذا، ولكن نعرف على لي صالير تاع اللاعبين ونعرف واش هي العنف اللي كاين تحته في الهوات اكثر اللي ما موش يبان كاع. أيوة اكثر من العنف اللي رانا نشوفوه اليوم في المحترف. ديبلاسمون ماكش مامن بزاف. انا نقولها لك حتى يقول باللي فيه تامين، انا نقول باللي اللاعبين ما فيهمش فهم. كاين مشاكل كبيره وعويصه في المستوى هذا. وزيد كاين فرق راهو يقول باللي كاين فرق اللي عندها لي سبونسور. نعطيك دي زيكزامبل منهم الزاويه تاع بليدا، فهمت؟ لا زون اندستريال جايه في الزاويه. فريق على وصل للدومي فينال في الكاس الجمهوريه. سي مراد تا كي يكون عندك ان سبونسور والبلديه تعاون وكاع الناس يعاونوا الفريق ما يبانلكش هواد، والله يبان لك قسم وطني محترف. واليوم كاين فرق واحده اخرى اللي ما عندهاش محمد الزاويه. تذكرنا الزاويه من قبل ما يوصلوا للكارت دو فينال كانوا ما عندهمش دراهم،
كانوا يا اخي جبنا لاشفيت العام اللي فات، جبنا باسكو ما داروش دونك الفو رضا زواني وقال باللي لا لا سامحني برك يا مراد خويا نكمل لك في هذه برك نجاوب رضا رضا عبالك باللي الزاويه فريق اللي راه حاكمه هو اندستريال سي نورمال انت كي دير واحد اليوم ما نهضروش على الزاويه نهضروا على اتحاد بليده في القسم الوطني الاول كي دير ناس ما هومش على اوتر ما كاينش اللي يعطيك الدراهم مراد ما يعطيك الدراهم لا في السبونسور ولا في البلديه فهمت على هذه الحاجه والبلديه تاع البرج اليوم البلديه تاع البرج حتعطيوش بونسيون اذا كان حبيته مراد اذا كان حبيته واذا كان نشوف لي سونور ثاني بعد هكذا باش تكون نزيد بينا نعرفوا برك الرقم اللي يمدوا ما تنساش هذا سؤال خلي كان حاجه سي مراد ما تنساش باللي لي سبونسور هي علاقات انا بالزبط. عندي علاقه معك انت اوبيراتور ايكونوميك نجي ندير كاين ناس اللي كاين دي اوبيراتور يمدوا دراهم للرؤساء مي ميم با اون لاتر دو ريميرسيمون ما كانش رساله شكر ما كان دعوه باش يدير هكذا اون باليس اون تيت ريسبسيون ويدعي يدير له دعوه باش يدير ما كانش اسمح لي سؤال بلديه البرج حتى تعطيكم سبونسيون في العام هذه اتحاد البرج كانت تدي من البلديه تاع البرج حتى المليار و800 والدي جي اس شحال دي جي اس مليار و800 حتى مليار و800 سي الكلوب قول لي انت تكلم تاع سبونسور لا 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 اتحاد البرج بالذات هذه اتحاد البرج الكاباسي حاجه سي مراد هذه البلديه ولكن انت تكلم تاع خليه تكلم على السبونسور او ماهوش سبونسور من الناحيه القانونيه على بالك هذا يسميوه الميسينا من الناحيه القانونيه هذا يسمى في شكل مساعده في شكل مساعدة دعم سي دي زيد ماهوش سبونسور سي دي زيد سبونسور يدخل عنده الاطار القانوني تاعو عنده الى اخره الى اخره هذه هي اذا كان بلديه غنيه ما شاء الله على السونور انا كمل كمل مليار و800 اتحاد البرج توت كاتيجوري ولا الجمعيه تاع اتحاد البرج ولا فريق كره القدم لا هو اتحاد البرج فيه ديسيبلين واحده هي الفوت سيكسيون فوتبول احنا عندنا من البوسا للسينيور تري بيان مي بريون شارج توتال تشوفهم ولاد تشوف الاولاد تاعنا ما تفرطوش معاك نهضر لك يعني بريون الاولاد الماتيريال بيداغوجيك لونكادرومون كذا كذا بريون شارج توتال الاولاد من عند البلديه لا دي جي اس سي نورمال لا دي جي اس لك لي زونغاجمون لك لك امور تعاونك في ليكيب تعاونك في الترونسبور هذا هو الفوند ولايه تعاونك في الترونسبور هذه هي لنا باش نبقاو دائما في يعني حتى احنا ماذا بينا المشاهد يعرف ويتعرف على هذا القسم هذا قسم الهوات وكيفيه تسيير هذه النوادي نشوف هذه الاستجوابات الخاصه ب يعني اللي عندهم درايه بهذا القسم ثم نعود للنقاش في قسم الهوات ما كاش سيكوريتي كيما في القسم الاول والثاني ما كانش لي موايان تانيت لي موايان ما كاش كيما القسم الاول والثاني نشوفوا لي دي ستاد كاتاستروف نلعبوا فيهم لا سيكوريتي تانيت ما كاش تتعرض للعنف في اي لحظه اكزاكتو بيان سور كاينه بزاف ماشي شويه كاين وين لربيت مخدوم كاين وين الناس تشري نورمال والجوار مخدوم يخدموا ما مني جوار يخدموها سما كواليس كاين تبدا في الروتور تبدا الضرب يبدا السبان يبدا كلش سما تولي بطوله ما لا يرتى له عشت بيان سور لعبنا كونتر بورتش كيفان كنا اكزيكو واقيل رحنا ليهم والله غير راني نقول لكم مفتوح من الناس صحابي واش دير بصح ميتي ريسك كي نروحوا لبرا باش نلعبوا حنايا نتلقاو صعوبات حنايا ما كاش اللي يحمينا حنا نمامو كي نروحو نلعبو في برا الامن يحمي لادفيرس ويحمي لاربيت حنا ما يحموناش كاع حنا كي يجو لا مونطاني يلعبو لادفيرس الامن محوطها كاع بصح حنا تصعبنا كيما تحمي لادفيرس احمينا حنا تحمي لاربيت وتحمي لادفيرس هذه ما كانش عندنا واحد 5 سنين حنا دائما نسوفر بهذه المشكله كنا في مخادمه عشنا الجحيم تما نتا ستاديره في دموس موس هكذا وما ما يضرب ماشي يضرب شغل باش يخوفك هكذا ما كاش يدخل 7 خطرات للستاد ستادي ما يصرا والو ما يحبش المال في بنيثور حاطين لنا واحد اقسم بالله غير يدير واحد 7 بيان يعني. فرويسات وين نروحوا سورتو في الصحراء نتلقاو مشاكل بزاف عشتها في دميلنا في البرج تانيت دوزيام جورني في مع مولوديا كيف اون فايس مون تيران سيتي ا بيبري ميم شوز كانوا دي جوار بليسي كانوا دي سيبورتر بليسي والحمد لله سلكنا على خير بيان سير في القسم هذا تاع الهوات ما كانش زعما لا سيكوريتي بزاف ولا يسمى تروح تلعب وخايف من الشعب وخايف من الكواليس تاع لي زاربيت الله يجعل خير مع الوقت بالك تسقم الدعوه
هذا عندنا بعض التصريحات. على كل حال باينه محمد قال الماتش مخدوم الاربيتر كذا الى اخره. يقولوا انه المشكل هذا جستومون تاع المشاكل اللي رانا نعيشوها في رياضه كره القدم راهي موجوده عند الهوات اكثر من الفوق في الرابطه الاولى والثانيه. هكذاك تمشي بها مره. اسكو هذا اسكو الشيء اللي راهم يقولوه هذا صحيح ولا ماشي؟ بيان سور كاينين هذو في البطولات كل كاينه هذا الشيء. ولكن المشكله وين؟ انه هذو علاه؟ باسكو اعلاميا ناقص لها الضوء مش مسلط عليهم. صح كون كاين ضوء مسلط على الناس هذو على هذ ديك على هذ لي بالي ما تقدرش دير واش يعني تنقص. يخافوا لي بريزيدون يخافوا الناس. احنا رانا نسلطوا الضوء على الرابطه الاولى راهم دايرين واش يحبوا. مي بصح اسمح لي مش بالكم هذا. وزيد نقول لك سي مراد لاماتور هذا القسم الهوات يتقسم على ثلاثه بويس كاين اس وواست وسونتر. اصعب فوج هو الاست لانه ثم الصباط يلعب معروف عندك كاينين كالكو زيكيب في الصحراء كيما راه يقول هو يقولوا يستعملوا العنف ومنا مي اصعب فوت هو لاست باسكو لا ثم صباط الدنيا. قول لي على ذكر اصعب فوج او يعني قسم كانت عندكم مشكله انتم مع الاتحاديه باختصار مساح باختصار لانه احنا الفريق تاعنا تعرض الى ظلم. علاه؟ باسكو تعاقب على حاجه ما دارهاش. احنا المشكله دارتها لا دي جي اس ايولا والاتحاديه عاقبتنا احنا على حساب الغلطه دارتها مديريه شبيبه والرياضه والنادي تعاقب. وش هي الغلطه؟ وش هي الغلطه؟ الغلطه انه باش تفهم الغلطه انه الفريق هذا البريزيدون تاعو ديميسيونا اللي كان من قبلي ديميسيونا في لي ديلي وعلى بالك ما يخفاكش لي زونجاجمون افون لو 31 اوت. صح بريزيدون ديميسيونا لو 7 اوت حط لا ديميسيون تاعو في لا دي جي اس مسجله كلش حطها مسجله من لو 7 اوت حتى لو 31 اوت لا دي جي اس ما دار والو. رحنا ليه عطينا له شاك باش يونجاجي باش كذا ما حبش قال لك ما ندير والو وحنا السيد هذا راه يدير في بريسيون باش يعطيو له دراهم وكلش ما فات ديري تاع لونجاجمون زادت لنا لا ليغ خمس ايام حتى لو 5 سبتمبر. دي جي اس ما دار والو وقتاش يتحرك الدي جي اس حتى نهضر معاه الوالي ودار دارنا ديريكتوار لو 15 سبتمبر 2016 لو 15 سبتمبر 2016 هزينا ديريكتوار رحنا للرابطه كانوا مشاو دو جورني ديجا قبلنا باش نلعبوا خاسرين 3 ماتش قبلنا باش نلعبوا 3 ماتش بيردي وخلي يروح لكمش لا ديفيز ما بغاوش قال لك نو لازم تشوفوا مع روراوا ليبوك. شفنا في هذاك الوقت كانت كوب دافريك ومنا تعطلت امور شويه شفنا مع روراوا في, في 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 احد الاجتماعات اللي دارها في سعيده باختصار باش باختصار وقت احنا ما نقدروش يعني قضيه نسي مراد احنا باغيين بس الناس تفهم المشروع ما نقدروش يعني الله غير انا ثاني نقول لك في يعني روراوا قلب الفرق هذو باسكو اوني تي با لي سول. حنا كان عندنا المشكل هذا كانوا ناف ايكيب في لا ليغ ريجيونال دو سعيده كانوا ترواز ايكيب في ورقله وكانوا كات ايكيب في وارن. راح روراوا جا سيدي دين ديدين قال لك نو هذا الفريق هذا يهبط. علاش ديدين باسكو دوك نحكي لك لا علاش ديدين باسكو يسمى انتم ولاد دشره واحده ولا بالك لا علاش سميتو ديدين ديدين باسكو ولد كارتي انا نقول لك هذا راح نقول لك باللي قال لي قبيلات باللي كان جاري احنا شوف احنا اونتوري بلي زوتشي انا القريب لينا البعيد علينا 50 متر بون جا ديدين على بالو في البروبليم ديدين باللي ها واش كاين في الاسمو كي جا جديدين قال باللي نو هذو لي زيكيب عاودوا كل يوليو لا كاس ديبار اسمه وعدكم لا قال يعاودوا يطيحوا عاودوا يوليو لا كاس ديبار ما وعدنا ما والو عاودوا يوليو لا كاس ديبار. علاه عاودوا يوليو لا كاس ديبار؟ باسكو في الجروب تاعنا كاين دو زيكيب كاينه بومرداس طيح من لا ماتور والقبه كاسي مراد ورائد القبه دوكا انا راني نسير البلاطو ما تدخلناش بزاف تفاصيل عطينا يعني الصحيح بعد عاودتوا لعبتوا البطوله المشاهد باش يمشي معك باش مراد تفضل القضيه تاعو رايح الله فيفا باش على بالنا مسح روحها مراد عطينا يعني لب الموضوع طيحنا احنا طيح اتحاد البرج لي زيكيب الاخرين عاود قلبهم اللي كانوا في سعيده وعاود قلبهم بومرداس دو بوا دو ميزور هذه اللي نادى بومرداس والقبه ربيشاهم لعبوا طاحوا تربيشاو هنا الفضيحه رياضيا فهمت كيفاش؟ احنا علاش؟ مراد احنا طاحوا رياضيا طريبيا احنا علاش احنا علاش علاش ريكلامينا؟ اولا دو بوا دو ميزور قلب تاع سعيده وقلب تاع اللي كانوا عندهم نفس المشكل كيما احنا وزاد ربيشا هذو لي زيكيب وحنا باك اللي طحنا
نقول لك علاش طحنا حنا كلمت بزاف على هالقضيه هذه على اساس انه كان فيه ظلم هكذايا يعني. بارك الله فيك. أيوة. انا باغي نوضح حاجه للمشاهد الكريم وللرؤساء باش يعرفوا قضيه اتحاد البرج كيفاش حنا علاش طحنا حنا بالذات علاه باسكو في الفوج في الجروب دو سونتر كاين معنا بومرداس اللي طيح من لاماتور لانترليك باسكو طاحت في هذاك العام من لاماتور لانترليك وكاين الكاك تاع القبه امر القبه اللي طيح من لانترليك للريجيونال ا هو بحكم انه عنده علاقات مع يزيد وهيب بريزيدون تاع القبه وحكم عنده نو احنا لازم نوضحوا الامور ماشي بريزيدون يزيد وهيب سي ان جورنالي سي با سي لو بريزيدون تاع لو كاك بالوثائق لا ماهوش بريزيدون هو ماشي بريزيدون احنا على بريزيدون تاع حمان شيخ ما لا فيس بريزيدون مومبر سي ان جورنالي صح مومبر في هذا الفريق بور لوي فير بليزير ربيشا كاك وربيشا بومرداس وضحى بينا بور لوي فير بليزير عباك سي غراف سي دي زاكيزون غراف انا نقول لك بور لوي فير بليزير باسكو حنا راك القضيه تاعنا باش نزيدو نقول لك الهضره تاعي الصحف اكل وين راهي لاحقه القضيه الله يعيشك درك وين راهي لاحقه راهي عند معالي وزير حطاب انا قبلكم ولا مستقبلكم باسكو نو دوك نقول لك علاه حنا دوز اسوسياسيون حنا جمعيه وهو جمعيه ولا تيتال تاعنا سي لام جي اف سامحني تفضل كاين قوانين انت من الفيدراليه تروح لا فيفا ولا لي من نو حنا واش لا سمح لي تشكي كاين قوانين بارك الله فيك اشكا هو سمح لي اشكا للاتحاديه سمح لي الاتحاديه ما دارت والو انا الاتحاديه شوف 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 الاتحاديه شوف الاتحاديه باش نقول لك حاجه باش نوريك حاجه برك الاتحاديه وقتاش انا درت لها ركور لو 17/7/2017 ها لو 17/7 هاي لاكيزي دو ريسيبسيون وحطيت لها ملف كامل باللي الفريق هذا هو لام جي اس درت لها ركور لو 17/7/2017 اليوم من هذا ركور لام جي اس ما عندها حتى علاقه درك لازم تروح على مستوى وهي احنا واش درنا سي مراد احنا واش درنا الطاس رحنا للطاس ولا ما رحتش للطاس رحنا للطاس للطاس واش قال لك قال لك من ناحيه المضمون عندكم الحق من ناحيه الشكل كون جيت العام اللي فات احنا كتبنا لي زانستونس ناسيونال تاعنا باللي الفريق هذا راه تحقر وفي الحاله تاع ما نصفوناش حنا رايحين لا فيفا تري بيان باسكو علاه فريق محقور وهذه انا نظن باللي فاضحه بمعايير تسمى قائمه الاركان تسمى تروح لا فيفا وتخلص كل ما عندناش مشكل احنا نخلصوا احنا حقنا نجيبوه شوف احنا مكملين احنا مكملين في حقنا على كل حال انا مكمل حتى الممات انا مانيش حابس على القضيه هذه لانها حقره قائمه ظلم. الاركان وظلم تعرض لي هذا الـ هذا الـ هذا النادي هذا وهل انت تلاقيت مع رئيس الاتحاديه ولا لا ما حبش يتلاقى معنا ما حبش انا رحت تلاقيت مع بهلول تلاقيت مع سكرتير جنرال اللي وعدني باش يحط الملف تاعي الاعضاء تاع المكتب الفيدرالي وما حطوش اليومين هذا ما عندناش رد أيوة. ورانا نستناو حنا اذا كي كان جاوبنا سي معالي الوزير وما استقبلكمش ما استقبلناش قضيه كبيره ماشي قضيه صغيره باش تلخصوها انت واش تطالب دركا باش نطلبوا انصاف انصاف حق شنو هو الانصاف يقلبوا الفريق لبلاصتو وكيفاش يقلبوه او يتبدل نو كاين عنده حلول كيما قدر يروبيشي دو زيكيب يدبر راسو كيفاه يقلب هذه هذا حقها الفريقات وهذو شباب انا عندي 150 طفل من البوسه حتى السينيور وهذو شباب وجزائريين وعندهم حق ممارسه كره القدم بارك الله فيك زيد لك حاجه سي مراد الفريق هذا عامين وحنا نونترينيو بلا كومبيتيسيون بلا كومبيتيسيون مدينا للاهلي سبعه مينيم اربعه كادي وجبنا لهم وعطينا لهم اربعه اسبوار اللي راهم ذوك من مدرسه اتحاد البرج ما لعبتوش ما بين الرابطات وريقلتوا روحكم كون عطانا ما بين الرابطات كون رحنا وهبطنا 5 بالي يا سي هبك هبطوا من الولايه 5 بالي مش فريق من 2003 هو ينشط من بعد في دي جور ولوندومات هبطوا 5 مفهوم في غلطه تاع دي جي اس خلاص غلطه تاع مدير شباب ورياضه ربي يسامحه ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك مراد والله يعطيك الصحه يعطيك الصحه احنا لو كان شوف لو كان كاين الوقت هذا يكون حوار مطول ولكن الله غالب لي ظروف والحصه فيها اركان زيدوا حاجه وهي زيد سي بوسيبل زيد على بالك باللي استنى حتى رئيس الجمهوريه ايوا باش تعرف باللي احنا ما ناش ساكتين راسلنا رئيس الجمهوريه
هذه رساله بعثناها رئيس الجمهور. جانا لاكوزي دي ريسبسيون وعندنا ثقه كبيره في لي زوتوريتي تاعنا، يعني كسوسوا في سي حطاب اللي كان انونسيان جوار، والله في رئيس الجمهوريه اللي كان اول وزير شباب والرياضه على مستوى الجزائر المستقله. احنا عندنا ثقه في الرئيس وعندنا ثقه في الوزاره، وان شاء الله نقلبوا حق الفريق هذا ان شاء الله. يا رب بارك الله فيك سي مراد، يعطيك الصحه. يعطيكم الصحه. لكل حد نورتنا، الشيء اللي عرفنا قضيه وكانت معروفه، هضرت عليها كثير للصحافه وزدت نورتنا كذلك بالنسبه ل وهذا سي مراد هذا هو الظلم. راك تهضر على تروازيام ديفيزيون، ومالك نحكي لك انا واش راه صاري في الولائي؟ ما تامنش عباك واش راه صاري في الولائي، حاجه واحده اخرى خلاص. ان شاء الله لا بروف مراد، لا بروف في الولايه تاع البويره راهي دوكا، راهي الانديه تاع البويره راهي مقاطعه، كاين 21 كلاب اللي مقاطع البطوله، وحنا راه مقاطعين الولائي تاعنا مقاطعين. عباك كاين دي ماتش يتلعبوا سير في دو ماتش، هم الوحيد الرابطه انها تدي لي سيفونسيون لي زونغاجمون بويسك سيليكوم لا دي جي اس. الرابطه همها الوحيد انها تسلك لي تسلك في لي زونغاجمون في دو ماتش، ولي بري في دو ماتش وكالكو بريزيدون ربي يعني يغفر لهم يهز برك ورقه لونغاجمون باش يدي سيفونسيون. على حساب شكون؟ على حساب الاولاد. تربيع بارك الله فيك، يعطيك الصحة سي مراد. على كل حال مراد قصار فتنا اليوم، كانت إفادة من عندك بالنسبة لهذا القسم يعني الجهوي، وخاصة مثلا قضية البرج، اتحاد البرج يعني الفريق الثاني اللي نتمناه إن شاء الله يسمعونا لي زوتوريتي، يسمعوا لكم ان شاء الله. هذا هو اللي نتمناوه. اذا كان هذا الجزء الاول بالنسبه لحصتكم، حصه بعد التسعيل من قناتكم قناه البلاد. نلتقي بعد الفاصل. اذا نرجع سيداتي ونسي سادتي لمتابعه حصتكم، حصه بعد التسعيل مع الجزء الثاني، خصصناه اولا للجورنال ماغ وكذلك مالغري تو بلادي. فالجورنال ماغ اولا مع هذا الجينجل جورنال ماغ. جورنال ماغ واش نتوما في رايكم؟ هو راهي سهيله ما شفناهاش، قالت لنا ما تكونش عاد مندات لوطوريزاسيون. دونك حنا اليوم جورنال ماغ خصص خليناه لحلو هو اللي راح يقدموه ان شاء الله. هكذا قال لي مانيش عارف ياك، هكذا قال لنا. ايه كاينه من كاينه غيره. ايه واش جبت لنا؟ واش جبت لك اليوم؟ كاين نبداو بالرؤساء ولا لا؟ ولدي خلي هذو الرؤساء قصتهم قصه كبيره. المهم نرحبوا بالدكتور بشاري. دكتور بشاري اللي محلل قناه البلاد في المجال التحكيم. فجورنال ماغ معليهش انايا راح نعوض سهيله، ولو عندها طريقه تجلب بها المشاهده هكذا خاصه بها سي نورمال، معليهش انايا نحاول باش نعطيها بعض يعني نقدم جورنال ماغ في التصريحات نتاع الوزير. اذا كان لاحظتوا التصريحات تاع الوزير واش تقول؟ اولا نتكلم على التصريحات هذه الغير مسؤوله وكذا الى اخره، ولكن ركز على شيء اللي تكلمنا عليه كثير هنا في البلاطو وهو مراكز التكوين. قلنا باللي الاموال نتاع الدوله لازم نحافظوا عليها. كيفاش نحافظوا عليها؟ لازم يكون تسيير عقلاني. كيفاش تسيير عقلاني؟ احنا عندنا مراكز اللي راهي موجوده في كثير من الولايات والجهات، ونروحوا نبنيو اربع مراكز جهويه بتكلفه المركز الواحد توصل الى 150 مليار. لانه راهم يقولوا هكذا، ولكن ممكن راح تزيد تكون اكثر. فهنايا نحيي اولا وزير الشباب والرياضه على يعني روح المسؤوليه، وهذا هو القطاع. احنا نحبوا كي يكون القطاع او الوزير كوزير يعني ياخذ مسؤوليته اتجاه الاتحاديه، ولو انه هي مستقله وحره لانه صادقوا، ولكن الاموال نتاع الدوله لازم نعرفوا وين تروح وكيفاش تروح وكيفيه تسيرها. واش رايك محمد رضا؟ مانيش عارف كيفاش فيما يخص النقطه هذه تاع الوزير. شوف مراد، احنا في الحصص اللي فاتت كما هضرنا على مراكز التكوين، كنا طرحنا سؤال، قلنا ما هو موقف الوزاره من هذا؟ شفيت مراد قلنا ما هو موقف الوزاره ازاء هذا العمليه، انا نسميها اهدار المال العام، لانه هذه 750 مليار اللي راهي متواجده في الاتحاديه
صح انها جات عن طريق عقود سبونسوريك عن طريق اعانات وكذا، بصح هذه تاع الدوله، الدوله الجزائريه. اليوم الوزير كي شاف مركز بالعباس شاف بعينه وشنو هو هذا المركز اللي يقدر يكون تحفه، تحفه في الغرب للتكوين، في الغرب الجزائري، ماشي غير التكوين يا مراد، للتحضير للتكوين. حنا وكاينين مراكز كنا نقصروا مع برك مراد اللي كان معنا قبيله تاع اتحاد البرج، شوف تا سيرايدي، كاين المنتخب البولوني كان جا لهنا للجزائر وحضر تشيكسلوفاكي، تشيكي اللي حضر كان يجوا يديروا فيهم حضر في سيرايدي. انت كيف هذاك التحفه هذه؟ تهضر على تشيكوسلوفاكي زمان زمان. داكور يا ريدا، اسمح لي على بسكره هو ثاني، خلينا بسكرة والباز وكذا، خلينا هذو عندك مراكز اليوم هذو 175، هذا ال 150 مليار اللي تخصصها في الاربع مراكز. يا مراد لو كان تحكم 20 مليار برك، ترك حاب تعاون اعاده الترميم. يعطيك الصحه، اعاده الترميم هذه الهياكل، وتا دير السياسه الاتحاديه وشنو هي؟ دير السياسه اللي تكون مدعمه من عند الوزاره، انك انت تجبر الانديه على التكوين. اعطاك ديك النهار مراد عطاك اقتراح اخر، قال هذو الاموال نعطوها للانديه، نحكموا الانديه اللي راهي تنشط الان في القسم الاول والثاني، نعطوا لهم الشغل. اسمع الفكره تاعي عطاها مراد، في مراد يا مراد، مراد متفاهمين يا خويا. لا لا والله انا كنت كذا وامام المشاهد ودرت اللي اقتراح هذا، وراح نوقف معنا. لا مراد تعرف شنو مراد، مراد الحلو صادق عليها خلاص. المهم كل هذا يعطيك صحة. هذو المراكز هذو انا ما اعتقدش صح الناس راح تقول دوكا باللي راهو يدخل في الـ في الـ في الـ في, الـ في السياده تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، اللي هذا المشروع ولا تسمى بعد المصادقه عليه باغلبيه في الجمعيه العاميه الاخيره الاستثنائيه. لكن الوزير اليوم بهذا الموقف اعتقد ان الاتحاديه راح تراجع حساباتها من اجل المصلحه العامه للكره الجزائريه. هو لماذا؟ لان الوزير ما يمشولوش في الطرح هذا، هو راه عنده ميزانيه اللي مدها الفيدراليه، راح يصبع سيبونسيون اللي مدها الفيدراليه اللي هي يعني تتمثل وقيلا 130 مليار سنويا. يعني قادر يقول له مادام انتم ما عندكم باش ترموا دراهم هكذاك، الدراهم هذو نعاودوا نرموا بهم المراكز اللي متواجده هنايا. كل سنه 130 مليار قادر يصرفوا على اربع مراكز ويردهم يشعلوا وينجم يفونكسيوني بهم. دونك يسمع، انا نظن يعني الوزير اليوم كان خذا قرار، مسؤول، قرار. شوف ولو طلب من رئيس الاتحاديه، طلب من رئيس الاتحاديه انه يجي لبلعباس ويشوف هذه التحفه تاع بلعباس. واليوم ايضا البارح ثاني كهضر من وهران، من وهران، ودار تصريحات في نفس السياق. صح، نقول لك محمد ما نقدروش حنا نلومه شويه الوزير، اللي هنا رانا قلنا له برافو يعطيك الصحه، ولكن ما نقدروش نلومه شويه، ياك على باله بلي راح تكون جمعيه عامه، بارك الله، وعلى باله بلي راح يصادقوا عليها لانه عنده المستشارين، وعلى باله بلي خداو القرار خلاص نهائي، حتى يعني صادقوا على الاخر باش يروح بلعباس باش يقول لهم واش رايك. شوف انا القرار تاع الوزير شجاع، حتى انه ميم روطار وكان مازال كان ياخذ القرار قبل ما تصرى هذا الشيء اللي تكذب. ولكن انا نقول باللي حتى جاب لي ربي يشوفوا لوبينيون بيبليك تاع الناس كاع باش ايزون برين كونسيديراسيون. والاعلام خاصه، والاعلام، الاعلام كاع الناس ايزون با اكسبتي مراد. شوف الاعلاميين ما اكسبتي والشعب ما اكسبتي، لانه هادو لي سون دو فورماسيون ولا مراكز التكوين هادو مراد عندنا ديجا، عندنا دي تريك اون بلاس هادو قدم تاع بكري، الناس تفكرت في قديم زمان، واليوم هادو اعاده الترميم فيهم. اليوم علاش تصادق؟ حنا كان عندنا اوتيل في 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 الفيدراليه السابقه، كان عندهم ثاني مشروع هو بناء فندق. اليوم يجي نوتر بريزيدون فيدراسيون اللي يدير ثاني باش يدير اربعه مراكز عبر نحو قطر الوطن. اليوم مراد هادو الدراهم اللي نتكلموا عليهم دراهم اموال كثيره مراد، ماهي سهله. ولكن اليوم راهي عندك اون بلاس مراد افيك افيك اسمح لي رضا، بالدراهم بالدراهم اللي نجمو نديرو الترميم مراد، ونسقموهم ونقولوا لاباس علينا ماشي لازم خصنا اموال كبيره. اسمح لي برك، انا الاعتقاد تاعي هو انه الوزير ربما كان يستنى رد فعل
ايجابي من عند اعضاء الجمعيه العامه، يقول لك بالك اي فون با فوتي سور لو بروجي نعطي لك. لكن انا نقول لك شوف هضرنا مع العديد، شوف معليش رئيس كان سور قبل ما قبل ما يدير الجمعيه كان نهضر الوزير، هو كان صرا قبل ما يدير انا نهضر على الوزير، قلت بالك الوزير كان ينتظر رد فعل، انا نقول بين قوسين ايجابي في الجمعيه العامه. نعطيك معلومه مراد، كاين العديد من الذين صوتوا لصالح هذا المشروع والله غير مقتنعين به. اي هذه قلناها، غير مقتنعين به. علاش علاش صوتوا بنعم؟ لانهم خافوا، خافوا ماشي خافوا اللي حاجه ويقول لك احنا نديروا برفع الايدي صوتوا على الفندق، وهذه رفع الايدي دائما دير مشكل. هي قانوني في الحق الصندوق، صندوق وحنا كي نحبوا نضغطوا على الغاشي نرفع الايدي. قال لهم قال لهم معليش اللي صوتوا على الفندق يتما صوتوا على على خلاص هذه هدرناها هدرناها. قال لهم في احدى التصريحات تاع زتشي قال لهم ندعوا الصحافه باش يجوا للجمعيه العامه ويصوروا شكون اللي ما يصوتش. هذا انا اعتبره بالنسبه لي تهديد مباشر للذي يسوي الامر ما يفوتيش على هذا المشروع. قال لي راه اللي ما راه ضد المشروع معناتها ما راهناش ضد التكوين مراد. اختمها لانه الجورنال ماك يعني فيه نقاط اخرى ماشي كي سهيلة تصير الجورنال اليوم. تصريحات تصريح الوزير تصريح عقلاني ومسؤول لاطار الدوله اللي عنده مبادئ وسيرتو في التيران. نظن ما تدخلش يسيب لي لاجي الي سوفران اللي سوفران صافي في نفسه يعرف باللي ما يسمحلوش القانون يتدخل في الفلاجي اليكتيف باسكو سي لا سول كي بو بروندر اون ديسيزيون. يقدروا يديروا له زعما يقولوا له تدخل في امور كره القدم ومن بعد ونظر كيفاش راح يتدخل. كاين طرق يعني كاين طرق اخرى، كاين طرق اخرى في طرق اخرى تستعملها الدوله في الحوار في الكلام. دكتور الموضوع الثاني هو خاص بالتحكيم، التحكيم الغلطة والغلطات اللي قام بها عبد شرف اثناء اللقاء عبيد شرف اثناء اللقاء الاهلي والترجي التونسي، فهنا خلت نقطة سوداء نعلمها بالنسبة لي حكامنا بصفة عامة والحاكم اللي نحترمه كثير عبد شرف. كيفاش تشوف فيها انت؟ يعني النظرة تاعي يو ان سيمينار في 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 اون ايجيبت في لاكاف بور بريباري سي زاربيت لا فينال، سي لا بروميير فوا وين الحكام الافارقه يستعملوا الفار. في هذه المقابله نظن وحسب رايي على كل حال المتواضع الحكم عبيد شارف يعني تقنيه الفار مازال ما ميتريزيوهاش بطريقه ممتازه. نعم يعني الى ايتي بوكو بلوس بيرتوربي في تدخلاته في قراراته. نظن في راسه كان يروح كي يشوف الفار على بالكم دائما كي نتخذوا القرار باش نروحوا نشوفوا لا فيديو بور. نظن باللي كان في قراره نفسه تحضير نفسي كان منقوص لهذه المقابله. ما كانش واجد من طريقه نفسيه، ما نتكلموش على الاخطاء ما نتكلموش شفناهم وكاع واضح كل الاشياء. لكن الشيء الغير مقبول ان كل الناس راحت على هذا الحكم لتحطيمه لانه زاد ارتكب خطا اخر. لا سنة حتى لا. خطا المقابله اديرت بطريقه مش خلينا بعد نتكلموا عليها مش في المستوى. ما نتكلموش على الاخطاء بصح كل الناس دركاتك راحت على السيد عبيد شارف لتحطيم شخصيه انسان اخطا والكل يعترف باللي انه اخطا. ما ندخلوش في هذه المشاكل. هذا حكم جزائري يمثل الجزائر. هناك امور صارت قبل ما يروح. است كي لا ايتي بريباري؟ است كي لا ايتي بريفي؟ است كون لا بريباري؟ است كون لو ا اكسبليكي سي كوا اون فينال دو كوب دافريك؟ سا سي دي زيليمون اللي ما كانتش عنده غير موجوده غير موجود. ان فيدراسيون اون كوميسيون داربيتراج الا كومبان سون اربيت سي ان ريبريزونطون دو لاجي سي با ان اربيت سي با عبيد شارف اون اون تران داتاكي لاربيتراج الجيريا. محمد مش حبيت تزيد. حنا شوفوا باللي الحكام تاعنا مراد نتكلم لك غير دقيقه برك. تفضل تفضل. الحكام تاعنا من ناحيه التحكيم كي يديروا لي ماتش على الاكستيريور فهذا نقولوا تحكيم افريقي او تحكيم عربي. كانوا كان من احسن الحكام هذه نهضروها لا فيريتي. ولكن اليوم الشيء اللي شفناه عند شي عبيد ما بغاش يتقبل انا دي يا اخي حتى وحنا نديروا لي كريتيك واش ني لي كريتيك كونستركتيف باش الناس ما تغلطش. الشي عبيد غلط في التحكيم هذه الخطره غلط لانه مشى لهذه قضيه الفار. وانا ما شاطرش السيد بشاري اللي قال مازال ما عندناش عقليه تاع الفار. هو كان في لاليست على كوب دي مون اللي مشى لا كوب دي مون وعرف واش هي كلمه الفار. فهمت كيفاش عرف واش ولكن التقنيه
بالك انا بور موا بالك ما نقولهاش ان كومبلكس ولا نقول قول بلي الغلطه كان يتحمل مسؤوليته ويمشى للفار كان في هذيك الدقيقه ينجم يصلح غلطته في الفار الفار يصلح يعني الغلطات فوالا هذا ما كان لك برك كان بريباري من ناحيه الفار بصح ما حكمش في الميدان كاين طريقه بين كي تحكم في الميدان وانت انت تكون الحكم الرئيسي وانت اللي تحكم المقابله وتستعمل الفار بار كونتر هو جامي حكم في المونديال ما حكمش حتى مقابله كان كحكم رابع فقط صافي تقنيه الفار انا نظن باللي عبيد شرف ما كانش عندي هذيك الجراه باش يعاود يولي على ديسيزيون تاعو في راسو الى بري ان ديسيزيون جو ريست سور سيت ديسيزيون كان قادر يعود على اختم رضا بالنسبه لهذا الموضوع هذا برك باسكو الصحافه التونسيه ما نقدرش نقولوا غير الصحافه التونسيه الاتحاد التونسي قدم بطلب رسمي للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم من اجل معاقبه عبيد شارف انا الحاجه اللي ما هضمتهاش برك الطريقه والانتقاد الكبير من قبل الصحافه التونسيه اللي انا نقدر نقول لك اللي تطاولوا كثير على هذه القضيه لانه ما اعتقدش انه عبيد شارف أدار هذا اللقاء بخلفية ما نعطيك بأشياء خطيرة تهمة بأشياء وهو حكم ممتاز إلى وصف عبيد شارف بالسارق وهذا ما نتقبلوش لأنه طريقة هذا الانتقاد ماشي هكذا مراد كاين مراد قبل ما نخرجوا للاربيتراج برك أو كاين بزاف راهم بزاف راهم ينتقدوا في صاحبنا كون صاحبنا صاحبنا الدكتور قال لك اللي راهم في لي بلاطو انا نشوف غير بشار هذه ثاني هذه سمعتها باسكو البارح وما تقبلهاش لانه بشار نعرفوه الجزائريه تربيتو نعرفوه في كذا انتقادات كبيره باش يجاوبوا لك التلفزه الجزائريه قالوا باللي كاين بزاف لي بلاطو على بار اكزومبل نعطيك البيت تاع سيربي ضربه الجزاء ضربه الجزاء هذيك انتقادات كبيره انا ماذا بيا تعطيني راي جميل انا نقول لك حاجه جميله كي ينتقدونا بهذه الطريقه انا نقول لك انا نقول لك الحصه هذه راهي خاديه انا نقدر كبير عندهم سون بارتي بري حنا انا نقدر نقول لك باللي الحصه هذه خاصه التحكيم يتبعوا سورتو الناس اللي ضرب بون الى خاصه التحكيم يا جماعه كما تحب رضا رايحه تنتهي الحصه وبعد فيها ركن وحده هكذا دكتور وحده هكذا الاجابه برك تكلموا على ضربه الجزاء تاع شباب بالوزداد مع برج بوريريتش علاش نقول لكم دائما كاين الناس تضلل خاطش الصوره تلمون الصوره واضحه كاين فرق بين الكره ترتطم باليد والكره ترتطم بالراس والصورة تلمون واضحة تبان باللي الكرة ارتطمت باليد قبل الرأس قبل بعدك ضربت في الأرض ارتطمت بالأرض بعدك عودة طلعت وقاست اليد مرة ثانية هذه هي الشيء الواضح لمسة اليد تلمون كانت واضحة الناس يعني, يعني ضربة جزاء ضربة جزاء لفريق شباب الوزداد شباب لظلمة وحنا كنا في برج بوريريج ونحيو وأنا بيرسونال كنت مع مناصرين برج بوريريج اللي اعترفوا قال لك ضربة جزاء ما فيهاش هضره المشكل يهضروا على فولونتير وان فولونتير طري بيان دركاتيك ما كانش فولونتير وان فولونتير ايوه هذا القانون هذا يا دركاتيك سما اللي ينتقدوك هذو ما راهمش على باج اون ني بارل بلو دو فولونتير اللي ينتقدوك ما راهمش على باج انا ما نقولهمش انا نسمعهم لو فولونتير لان فولونتير نيكزيست بلو دون لا لوا ايوه اون بارل دو ديليبيري متعمد ولا اناتوندو غير منتظر طري بيان كان يقدر يتخبى انا نعطي له كان يقدر يتخبى من بالينا طونجو خاش كاين دو جوار تاع سي ار بي سوطاو سوطاو ممكن اللاعب ما كانش عنده الفرصه يجبد يدو بصح المسافه بعيده كانت ركنيه طيب اون بارل دو لا بوز اون بارل دو لا اون بارل دو لا بوزيسيون اون بارل دو موفمون هادو ما كاع باش نتخذوا القرار في ضربه الجزاء اون بارل دو ديستانس مسافه هادو ما كاعيتك ضرب الجزاء لفريق شباب الوزداد زيد لك سؤال لحد اسمح لي مورال روح عطيت لك سؤال ديك نهار قلت لك لي زاربيت ماشي خالصين وانت قلت لي خالصين ما كنتش ومن بعد هذوك تاكدت ولا ما تاكدتش تاكدت من المعلومه وفيراو لهم يعني عندها الاسبوع الماضي كي هضرنا كي هضرنا فيراو انا انا هذا هذا هو الدور تاعي معليش علاش علاش انا نقول لك انا هذه الاشياء نتايا كصحفي انت تدخل في هذا انا الدور لا لا ما فهمتنيش انت كنت قلت حاجه صحيحه انا اللي تهمني الاربيتراج الجزائري مي خلصوا ما خلصوش هادو اشياء نو سي امبورطون مي جو اونفي كو الاربيتراج الجزائري شونج بار سي بيرسون كي سون اون بلاص طري بيان هما اللي غيروا مراد على السيربي برك السيربي انا جاينا السيربي
مره اخرى كيعطيك صحفي كيما خاصه كيما رضا رئيس تحرير جريده الخبر على بالك يومين راه في الخبر على بالك والاخبار راهي تجي هكذا كيعطيك الخدمه تاعو كيعطيك خبر حتى ولو انت حاب يعني ما راكش تصير منه معليش ما عنديش لا فورماسيون اسمعني اسمع له ومن بعد واش تقول قول له على كل حال ماني سير ولكن خلي الاسبوع الجاي نشوف هذا واش درت المره لا 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 يعطيك الصحه انت عرضته نوعا ما ماشي ما عرضتوش ماشي في الحكام مسيو بوطاجي ما عرضتوش في الحكام السوبرفيزور متاكد باللي ما خلصوهمش حاجه اكد لك انت صحفي ماشي كيما انا صح اليوم بريبار لا كيسيون تاع السمانه اللي فاتت بريبارها تاع السمانه اللي فاتت قلنا دائما فيما يخص جورنال ماك حتى نختم هذا الركن شباب الوزاد شباب الوزاد المناجر جينيرال عليق كيفاش تشوفوا فيها مليح ماشي مليح رجل قوي رجل قوي تجربه كبيره ما تشوفوش كاين اللي في الوسط شباب الوزاد يقول لك علاش علق علاش ماشي واحد من بيلكور مثلا كاين هذه تفضل انا نقول لك شوف الاحتراف ما عندوش لوج وما عندوش هويه انا نشوفوا لي جران كلوب اوروبيان تشيلسي ابراهيموفيتس روسي ليستر اللي ما تغير كيما ماشي انجليزي باريس جيرمان باريس سان جيرمان بصح هذوك يمدوا اموال يا رضا لا لا ما تقوليش خليني نكمل هذوك الناس يمدوا اموال ولي ماناجير يجي خالص ماشي كيف كيف رضا دقيقه معليش نقول لك اي فوالا لو بي اس جي كي جا ناصر الخريفي واش جاب؟ جاب ليوناردو فرونسي ماكش فاهمني انت ليوناردو فرونسي لا 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 رؤساء هو يفهمك في مادار معليش مراد نكمل انا مادار هولدينغ هكذا شركه نجيبوش نحب نجيبوش نحب انا دراهمي وانا هو لاكسيونير برينسيبال في الكلاب معليش جيبوش نحب بصح الفريق عنده تاريخ رضا عنده لي زونسيون جوار خلينا نهضرك انا شي با كونتر عليق ماشي ماشي نهضر معاك معليش خليني نجاوبك حتى وانه الفريق عريق عنده كاع الفرق عريقه وكاع عنده اسمه انا شي با كونتر سراره في الاتحاد العاصمه شي با كونتر بالقايدره في برج بواريري شي با كونتر ولكن كاينه اون اوتر باز انت تهضر على الناس اللي تعطي الدراهم ماشي كيف كيف تعطي الدراهم وتجيبوش تحب هذيك حاجه وتخرى فهمت كيفاش نقولك جيب باي زوب ماناجير اليوم انا راني رئيس فريق نروح رئيس فريق نسبونسوريزي ان كلوب عريق كبير في الجزائر ونبغي نجيب بيشاري ماشي سبونسوريزي كاين فرق بين سبونسوريزي مول باش ندعموا الفكره تاعنا نستمع للمكالمه هذه اللي عملتها قناه البلاد مع سيد عليق سير برايي في الوضعيه فريمون حرجه هم يلعبوا على الحبطه وانا في رايي ولا قدرت نعاونهم بحاجه باش ما يسقطوش باش ما النادي تاعهم يبقى انا ماذا بيا نديرها ندعمهم كما لازم الحال وانا محوش على المنصب هذا عمري ما ناديت اي شركه ولا النادي باش نروح نخدم هما عايفولي هما عايفولي قالوا لي ودي لازم تجي تعاوننا وكذا دوك مازال ما مضيناش على كل حال العقد هما طلبوا مني عقد تاع 3 ans ايتو افيك لي بلان بوفوار دونك نشوفوا اللي فيها خير بيجيها في اتفاق نهائي حتى وين تمضي العقد معاهم ايتو على كل حال انا بديت رايي على حسب الوضعيه تاع النادي واش اقترحوا عليا هما كمشروع رياضي يعني فريمون لاباس به المشروع ومشروع رياضي على بالك يتبعوا مشروع نادي سو كوتي لا اونتور لاباس دوك نشوفوا نزيد نخمم شويه تو مي عطيت لهم يعني لاكور تاعي باللي نخدم معاهم نعاونهم ولا كيما كان الحال ان شاء الله على كل حال هو اقترح عليا قال لي سنيو عقد تاع 3 ans كمدير العام شركه انا ولا رحت للسي ار بي ما روحش نخدم معاه تحت أوامر تاع واحد آخر أبار رئيس مدير العام تاع المجلس الإداري ما تنساش باللي سير بي عندهم ديجا الأخر السنتر هذاك تاع كاروبي رحت شتو
مع الرئيس مدير العام تاع مجموعه مدار الحق فريمون سي تري انتريسون يا بوكو دو بلاص لابا بور فير ان تري جولي كومبلكس سبورتيف. اذا كان هذا سمعتوا المكالمه الهاتفيه الى حد الان مازال ما بدا حتى شيء، هذه يقول مازال ما بدا حتى شيء، ولكن يقول انه المشروع يعني عجبوا كما نقولوا المشروع باغي يكون في شباب الوزداد، ولكن يقول كذلك انه هو المشكل كذلك هو راه رئيس سياسه في الاتحاد الهوي تاع نادي الهوي، هل يسمح له باش يمشي كمدير جنرال؟ لانه هو تفضل هو يسمح له القانون لانه راح يروح ك عامل في شباب بالوزاره في شركه ما راحش يكون ما القانون الحاج القانون يسمح له ما كاش ازدواجيه في المناصب لا يسمح له القانون يكون اكسيونير يسمح له القانون انه ما راهوش هو ماشي اكسيونير ازدواجيه في الاخر إيه. هو ازدواجيه في المناصب راهو رئيس كلوب اماتير او ميم طون خدام مدير رياضي خدام فوالا هو جابوه هو اللي يمنع القانون يمنع القانون القانون يمنع بصراحه تاع 2015 قانون كونفورميتي جديده انك تكون اكسيونير في فريق واحد اه داكور كيفاش اللعب النظيف انا معليش غير نقطه برك هامه لانه السيد عليق هو بوتيتك شركه مدار اللي جابته الشباب الوزاد هي بوكو بلوس على الاكسبيريونس اللي عنده فهمت لانه ما ننساوش باللي هذا الرئيس كان في الاتحاد العاصمه كان في كما يامات الزينين تاع الاتحاد العاصمه ولكن انا دائما نقول باللي في الفريق شباب الوزاد فيه لاعبين ينجموا يكونوا في البوست تاعو وهذا الشيء اللي راه يدور في الشارع البلوزداني مراد حاجه اضافه برك اليوم عليق سيبو اوفيسيال رسميا في شباب الوزداد اليوم قبل ما يحكم الكلوب شرط على الشركه تاع مدار انه تخلص كاع لي شوار الرواتب تاع اللاعبين وزاد اليوم مازال ما بداش هاو تشوف لا ديكلاراسيون مازال ما بداش والبارح بعدو البارح راح مع البي دي جي تاع عطيه تاع المدار هذاك وتحدث مع اللاعبين وطلب قدام اللاعبين من مدار انه يعطي لهم من بريم تاع 25 مليون وكان يربحوا في الثوره نقطه برك يا مراد ما يعاب على عليق باش نولي لك ما يعاب على عليق انه كي جا سرار اللي سما زعف هو وقال اسمع اللي سما عندها اولادها فهمت مي عليق غلط لانه الاحتراف انا هو الممول الرئيسي نجيبوش نحب إيه ولكن الى حد الان مازال ما مضاش ومازال ما عملش الندوه الصحفيه وبالتالي الى حد الان ما كانش ما نقولش شبه رسمي موجود لانه اتصل المدير العام ولكن ننتظر الرسمي لا يعني اليوم رسمي رسمي ولكن راك تسمعوا في المكالمه الهاتفيه مراد هو عليق اللي ما يعرفش عليق سي بون البارح كان في الفاوت وهضر مع لي جوار لانه هو طلب مهله تاع اسبوع قبل المهله تاع اسبوع اعطى الرد الايجابي لي هذاك واسمو تاع مدار هولدي ولكن هذا كلامه هو معناتها الرسمي امضاء كي يمضي كي يفوت في الشاشه والامضاء نتاع الرئيس مازال هذه لحد الان مازال هذا ما كان نمر لركن اخر وهو مالغريتو بلادي مالغريتو بلادي ككل اسبوع ماهوش كل اسبوع لكن مره يعني من حين لاخر داخل ركن بالنسبه ل حصتكم حصة بعد التسعين اليوم قاعة برج الكيفان قاعة يعني اللي تشوف يعني كارثية بالنسبة له ولو تكلمنا يعني مرارا وتكرارا فيما يخص يعني هذه الهياكل وهنا احنا نطلب من الوزير هنا باش انا نقول يعني تكون مسؤولية اكثر بالنسبة لتسيير هذه الهياكل حتى يعني الشاب او الشباب يستفادوا منها نشوف هذا الريبورتاج هذا ثم نعود حبيت نهضر على القاعة فريمون شغل سي مالورو كل عام كي تلحق وقت الشتاء هذه شغل وين دي فوا كي تكون الشتاء بزاف ما نقدروش مين با نديرو تدريبات شفنا اصابه لاعب ان شاء الله ما تكونش خطيره يعني نتمنى برك انهم عشاك فوا يقولوا لنا بلي نصلحوا القاعه مي ما شفناش تصليح ان شاء الله برك يصلحوها لنا ماشي حاجه جديده ماشي نظن ماشي غير القاعه تاع برج الكيفان تقريبا
تقريبا جميع القاعات تاع الجزائر في الموسم هذا فصل الشتاء ولا تكون حاله كارثيه كاتاستروفيك. هذه في الماتش في لونطرينمون دي فوا مون اونطريني في كاع لا سيمان باسكو تكون ان بو بارتو مش مخا دونك نخافوا على الصحه تاع اللاعبين. نتمنوا برك اللاعب تاع طارجي ارزيو اللي سقط في هذاك في الماتش ان شاء الله ما تكونش اصابه خطيره. هذا إذن أن القاعة فيه قلنا ملاعب كيف تفضل القاعات هنا تقريبا راهي كاملة. شو عندنا في حسين داير؟ شفتها حسين داير نصر حسين داير بين القاعات الأوائل الأولى يعني هذه احنا بدينا نخدموها ورانا تاكلين إن شاء الله على ربي يسخرنا هذه الدي جيات باش يكملوا لنا لي طرافو. ولكن القاعة اللي نلعبوا فيها احنا مثلا الباسكيت هي خروبة وهذه خروبة كاين واحد الأيام تدخل كي تصب الشتا تدخل الماء ونقول لك الحق واحد اليامات الدي تي اس تاعنا دي فوا يجيب من الشركة ديالو يجيب الكاميون الكبير نجيبو الباش نطلعو الحجر فوق الطوا باسكو لا ريغلومونطاسيون في هاد لي صال طري كراف لو كان يدخل الماء والماتش يحبس الي الو جوي في بلاد الاخر. بصح قول لي ما تشوفش انتم مثلا تكلمنا على برج الكيفان معليش انا شفنا يعني صوره ولكن ما تشوف انتم القاعه في حسين داي الضرر هذا كان من جانب التسيير نتاع النادي تاع حسين داي والاداره في وقت لكنان مثلا ما فكروش باش يرموها وباش يعني ياخذوها واحد الوقت كان باقيين هكذا خلوها هامله. واحد الوقت كانوا حابين يكسروا كلش ونديروا صال اومني سبور كامله وحنا اقترحنا في يعني منذ المجيء تاعي للحسين داي انا قلت لهم نتنازلوا على هاد قطعه ارض كامله ولكن ديروا لنا صال اومني سبور باسكو تقعد دائما تابعه للنهد بالكوارت ولا بلا كوارت احنا محتلين المكان. اليوم كي شفنا باللي طولوا علينا قاعيتك ما جاوش اون كومونسي نحينا لا طواتور والحمد لله لونتربرونور واحد الناس ملاح قال لك نصبر عليكم شويه وبدا يدير لا طواتور في حسين داي. رضا واش حبيتي؟ وراد هذه ماشي كيما نقولوا احنا برج كيفان راهي نقطه في غابه. انا شفنا ما عندهاش بزاف عندها العام ولا عامين يا اخي بطوله افريقيه لكره اليد اللي اقل جديده 21 سنه في عين بنيان عين بنيان يلعبوا صبت الشتاء ما لعبوش فضيحه. شفنا ملعب 5 جويليه شفنا ملعب 5 جويليه وين لعبنا مع البوسنه الله اعلم ولا مع البوسنه شفنا بيسين حتى وقت قاعد شراكه مراد مشكل انه كاين هياكل رياضيه بصح ما كاش المتابعه تاعها وما كاش اللي يوقف على هذه الهياكل الرياضيه كيما هذه القاعه تاع برج كيما ما عندهاش ملي تبنات هاك تشوف فيها الامطار تقول انت راك عايش في بالك المراكز هذو الجهويه تاع الاتحاديه بالك يوقفوا عليها هنا بالك يقدروش باش تسير هيا مورادا وكذا يا ودي صعب جدا باش تبنيها معليش وشكون اللي يبنيها لازم تطرح سؤال شكون اللي يبنيها وشكون اللي يستفاد منها لازم تطرح سؤال شكون اللي يبني هذوك المراكز لا لا من بعد ذلك السؤال ديالها قعد سؤال مطروح شكون راه يستفاد باللاعبين اللي يتكونوا في هذاك اللي كيزيد نسموه بوزي اللي يخليها انا نهضروا مانيش عارف اذا كان الوقت تاع الجزء الاول الثاني انتهى باش نمر للجزء الثالث مانيش عارف رشيد سكريبت انتهى لم ينتهي مانيش عارف لا ما انتهاش اذا يقولوا لي شيروا لي الفاصل على بالك القناه بحاجه الى اموال الحصه بحاجه الى اموال وبالتالي احنا لازم نمشي للفاصل الاشهاري ثم نعود. بعد الفاصل نمشي مباشرة لركن الأسدوس. الأسدوس اليوم راح نشوفوا أولا تقرير خاص بمقاطعة رؤساء الأندية لرئيس اتحاد شبيبة القبائل ملال. لماذا؟ لأنه طلب باش يعني يسحب الثقة وطلب من الرؤساء باش يسحبوا الثقة من مدوار. إذن فيلم آخر سيناريو آخر مسلسل آخر. اليوم على كل حال أسنى نشوف التقرير ثم نعود.
direction de la GSK a décidé d'inviter tous les présidents du club de première et deuxième division à une réunion qui se tiendra. لم يلقى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس نادي شبيبة القبائل شريف ملال عشية أمس بفندق ليرونديل بباب الزوار أي صدى وسط رؤساء أندية الرابطة المحترفة باستثناء رئيس مولودية بيجاية، ليجد الرجل نفسه من جهة أمام إشكالية إيجاد الفندق الذي يحتضن اجتماعه الانقلابي ضد رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدور بسبب غياب الرخصة، وينتقل إلى المفاوضات مع فندق الميركور بباب الزوار الذي حتى وإن رخص له أن يعقد اجتماعه، إلا أن غياب رؤساء الأندية جعله يحزم أمتعته معللا إلغاءه. اجتماع جاءت شرارته من مشكل برمجة مباريات شبيبة القبائل الذي صنفه ملال ضمن مخططات الإيقاع بناديه وإدخاله في متاهات هو في غنى عنها، إلا أن انفعال الرجل وعدم حنكته في عالم الماكرين والمصالح جعله يسرع في خطواته معلنا عن انقلاب غير مشروع في عالم يعرف المتواجدون فيه دهاليسه وأدق تفاصيله، مما جعلهم يرفضون الوقوف مع ملال من أجل قلب الطاولة على مدور، رغم أن هناك من الرؤساء من أكدوا حضورهم، إلا أنهم تراجعوا في الأخير معلنين ولاءهم التام لرئيس الرابطة. فهل تصرف هؤلاء جاء بسبب الضغط أم أنهم طبقوا مقولة أنا وبعد الطوفان على أندية مفضلين الانسحاب في آخر لحظة؟ إذن هو اجتماع لم يجمع أحد، بل أزم الأمور بين رئيس شبيبة القبائل الذي يكون قد تسرع باتخاذ خطوة ضد رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدور. فهل سنرى انتفاضة هذا الأخير في الأيام القادمة أم أن الوضع سيعرف منحنى آخر؟ هذا فيما يخص التقرير أكو تبعته وسمعته، هو ما نيش عارف كيف جات مانيش عارف احنا دائما تاع اليوم ثالث هذا احنا منذ زمان كنا نجتمعوا في وقت راوراوا وفي وقت حداج حضرت لهم انا في زوج كيفاش نجتمع كومبلوتي ولا تجتمعوا باش كومبلوتي واش عليه احنا كنا كرينا واحد الوقت للتمثيل للرؤساء ومن بعد درنا الفوروم ولكن ماشي مثل هذا الاسلوب، يعني الاسلوب تاعنا كان ديجا كنا نتعرفوا على الليق حنا شي ديجا كنا نتلاقاو لو بيتي نوايو النوايو دور يتلاقى نشوفوا واش راح حابين نديروا، نتلاقاو 4-5 نفطروا ولا نتعشاو ومن بعد نكبروا للجماعه. الا نتذكر انا حادثه سي تي انكدوت قعدت لي نحكيها لكم. كنا راح يبدا البطوله 6 اوت كان الرئيس حداج الله يذكره بخير ولو سالي على ميم اوكازيون اجتمعنا، كان الناس معنا كان على الليق كانوا كامل، قال لك يا ودي احنا ديسيد ما نلعبوش لو 6 نلعبوا لو 13 وقيله ولا لو 12 بصح كان عطيه الله يرحمه كذا وكانوا البياعين كاين. قلنا نخمو هكذا مع الليق وكذا، قال لك اش قلت له على بالك غير نحبسوا الاجتماع يرفدوا التليفون يقولوا واش راح يديروا الجماعه. قلنا لهم يا جماعه سي بوز، قلت للرئيس قلت له ودي انا حاب نجي نشوفك كنت انا بورت بارول. ايوا لا قال لي مرحبا، هو كان يسنى نجي انا ومعكش واحد. كي كملنا فطرنا كملنا قلت لهم يا جماعه نروحوا في 23. قال لي يا ودي كيفاش استمتعت؟ قلت له يا ودي باش ما يكون فيها لا بيع لا انا شاركت ولا انا ما شاركت. نروحوا في 23 دخلنا لعند رئيس الفيدراليه في 23 وقلنا له هاي ليك هاو الاجتماع مدار وهاو القرار اللي خديناه احنا ما راحش نلعبوا له 13. قالنا كيفاش هذا كذا؟ قالنا دوك خمم ونشوف. هو غير خرجنا له لوندومان انيلا لا جورني. هذا هو كيفاش كنا. اما الاسلوب اللي اليوم استعمل نقول لابد هو يشرحه، ولكن نقول ما يجيبش نتيجه هذه الطريقه. سي فري دار حاجه تفطن الناس باللي كمام دوبي من الانتخابات لليوم صافو دير يفودريك الرئيس مدور انه البارح انا تحدثت معه على كل حال وقلت له انا الفكره ديالي انك تجمع الرؤساء تجمعهم كامل باش ما تخليش الباب مفتوح وماهوش بالضروره اللي يجي موافق ولا اللي يجي معارض. انجو كاين مشاكل تجي جياسكا ويجوا كاع الناس اللي عنده حاجه مليحه يزيدها واللي عنده حاجه ناقصه ينقصها ونقعدوا فوق الطابله يعني نكونوا ناس الى لازم ناخذوا قرار ناخذوه جماعيا وإلا قال ما كاين والو ما كاين والو. اذا الحلو ضد هذا الشيء يعني التصرف هذا ولا هذه المبادره نعتبرها سيدي مبادره هكذا ولكن إيه؟ ضدها انت يعني كرئيس كممثل يعني لفريق ماهوش يعني طريقه تقريب غير مقبوله غير مقبوله ولكن في التصريحات ديالو الرئيس ملال قال حاجه وراه يقول احنا ماذا بينا كان كشنار يعاود يوضح الرؤيه يقول لك انا لا في دو فوت تلقاو لي مسؤولين
وقال لي تصوت على مدوار، وقال لك كاين دوطر بيرسون عندي ادله بعض رؤساء واحد اخرين اللي الى اوريونتي سور سو. هذا التصريح كيما التصريح تاع سعداني اسمه هكذايا تصريح. لا لا سبحان الله درك درك لا بقينا درك في التصريحات هذه. لا رضا انا باش نضيف لك برك الوزير البارح في البارح في بالعباس يقول البارح في وهران ثاني دار ديكلاراسيون على شباب القبائل وقال لك لازم المسؤولين تاعك. هذه اللي حبيت نقول لك لازم مراد عبك الله مع كل احتراماتي لرؤساء الانديه. شوف اليوم مراد قال كلمه مليحه لازم ناخذوها بعين الاعتبار. قال بزاف البياعين ايوه دونك نفهم من هذا نعاود مع احتراماتي او لكل رؤساء الانديه الناس تمشي بدون مبادئ. ذكرتني مراد مره في وقت روراوة في عهد روراوة هاو السيد هذا يعرف روحه في عهد روراوة كان راح يلعبوا بلاكوب دالجيري سبونسور جديد وكان انديه واحده اخرى مسنيين مع سبونسور قديم اللي منافس لهذاك سبونسور. هذاك المنافس القديم عرض سيرتان بريزيدون وداروا تصريحات للتفال هكذا احنا ما نلعبوش بهذا سبونسور جديد احنا رانا مسنيين مع فلان كيفاش هذا السبونسور القديم دار عرضه لواحد لي بريزيدون جمعهم عرضنا كلكو جورناليست وهادو لي بريزيدون روراوا سمع باللي هذه سمع باللي هذاك الممول هذاك تاع شركه الهاتف النقال عرض جماعه ولا غير كاين دي بريزيدون دو كلوب اللي راهم نافذين الان ما كلا نذكر اسمهم يبعثوا الروراوا دي اس ام اس ما نقولكش كيفاش شفت هذاك الاس ام اس يا ودي اسمح لنا يما راهي مريضه هذا السيد راه دوكا فاعل ما خليه يكتب له يما راهي مريضه الله غالب جيت انا حضرت نتعشى برك ونروح بصح يما راهي مريضه انا لا راني معاك راني معاك دونك واش كان يقول الحاج هذا الطريقه تاع ملال نشوفوا بلي هذا جديد في ما عندوش تجربه جديد في الميديا واش كان يقول الحاج قال لك انا نتلاقاو نوايو ومن بعد نبداو نسربوه هو حساب له راهو في عهد الاحتراف ما على بالوش بلي راهو مع ناس تاع بني ويوي حاشا كل على باله ما على بالوش بلي راهو مع ناس تاع مبادئ باسكو سي غراف مدوار نحب ولا نكرهو بدل البرمجه كان قادر يقول لنا علاه بدلت البرمجه كيف تلعب الماتش تلعب الاثنين تديروا نهار ثلاثه علاه الجورنيه كومبليت تاع الجوله 12 تبدلها بلا ما في 10 تاع الليل سا سي غراف دونك كي شاف باللي حساب له دوك مع رؤساء اللي عندهم مبادئ عيط للرؤساء دوك هو الطريقه هذيك ماشي هكذا في الجزائر ما تمشيش هكذا لازم بلي كوليس وتجمع هذو الغاشي وكذا ونزيد نقول لك حاجه واحده اخرى مدوار لو البارح كان على باله باللي ما كان حتى رئيس راح يستجيب للدعوه تاع لا هو من لا راه اي 15 بارابور الرؤساء الاخرين هكذا راه نورمالون في لاكاتيغوري اي 15 هكذا ولا اي 17 يا سي من لا لازم يتلها بجياسكا هكذا يا لا باسكو احنا بحاجه الى جياسكا قويه باش يعني تمثلنا في الخارج وهذه الامور تجي بالعقل مراد معليش اسمح لي عنده مبدا ناضل على مبدا انه علاش تتبدل البروغراماسيون وتقول باللي لا بروغراماسيون راهي تمشي على ليت وانت تبدل دو جور لوندوم كانوا قادرين اخرين كذلك يناضلوا على هذا على مبدا اخر كما المولوديه ولا ولكن هذه كاين طريقه مراد طريقه تفضل محمد شوف انا حبيت نقول المهزله اللي راهي صرا باسكو اشاك فور انا نهضروا على المهازل ماناش نهضروا على الكره الجزائريه الاولى انه كاع رؤساء عندهم حق انهم يدافعوا على الفرق تاعهم ولكن بطريقه احترافيه اللي كنا نتكلموا على الاحتراف اليوم ما نشوفوا الاحتراف لانه رؤساء الفرق هما اللي ماهمش يمدوا الاحتراف وهما اللي راهم يديروا الفتنه في كره القدم الجزائريه حتى وانه مدور اليوم ماهوش يخدم بطريقه احترافيه لانه من نتكلموا على الثوره شبيبه الثوره اللي دي بلاصه حتى للجزائر وما لعبش فيه خسر دراهم خسر وكنا ذكرنا هذا الشيء في الحصه اللي فاتت اليوم الشيء اللي انا نشوف فيه انا نقول باللي حتى هو ناسي ملال يدافع على الفريق تاعو من حقه ولكن كاين طريقه مراد وزرواطي رغم يعني الشيء اللي وقع له كذا راه ساند مدوار ايه ساندو ايه هما هذو الرؤساء مراد كما قال هو
الرؤساء معروفين يرفضوا يديهم من الوقت اللي يحبوا ويهبطوا يديهم وقت اللي يحبوا. والمهزله هي كره القدم هي اللي راهي صايبه روحها. كلام لمسؤول بطريقه، طريقه الكلام ماشي هاديه. سي طريقه كلام. المشكل اللي راح يصرى كيفاش راح تقام هذه المقابله بين اتحاد العاصمه والشباب العاصمه وشبيبه القبائل. يعني درك الجمهور رانا نحضروا ان تيران دو فيولونس بور اون رونكونت دو فوتبول. الناس رانا نتكلموا على كلام تاع مسؤولين اللي كان قادر يقوم بين في مكتب يتفاهموا يتكلموا بطريقه عقلانيه با ترافير دي ميديا باسكو هما مسؤولين لازم يتكلموا بار دي كانو دو ريسبونسابل. دوك المقابله بين اتحاد العاصمه وشبيبه القبائل كيفاش راح تجرى هذه المقابله؟ وحنا نتكلموا احنا نتكلموا كيفاش نحاربوا العنف وحنا رانا نولدوا في العنف. خاطش هذه المقابله نقدر نصنفها لك سي اون رونكونت او ريسك. مراد لا غير اسمح لي برك مام هذه قضيه تاع ملال سي قضيه تاع موقع. نطرح سؤال انا بالك البريزيدون كي بار اكزومبل كيما الجورنيه هذه تاجل بيوم اسكو لا ليك تعيط لكم من قبل تاخذ رايكم ولا تاخذ قرار؟ تاخذ قرار وتبعث لنا في السيت. ما لا نقول لك حاجه كاين دي بريزيدون لا غير يعيطوا لهم. نعطيك يعيطوا لهم قال اسمع انا راح نروبورتي ليك ماتش دوك جو سي با الاسباب. لهذا السبب اليوم ملال حاب يتموقع في الساحه الكرويه الجزائريه. بس انا شوف انا وانا شوف رضا شوف مهما تكون انا بالله من كلمه انا اساند هذا الطرح تاع ملال. بصح ملال الطرح ديالو كان ساهل وكان هو طلب كان ينجح فيه. انا كان استشرني في الموضوع لو كان نقول له جمعه ودير رساله لرئيس الرابطه وتقول له نطلب منك اجتماع طارئ في الرابطه. صحيح. وحنا منذ زمان كنا صحيح. احنا كنا نديروا هذه المشاكل وكذا. كانوا اللي خدمت مع حداج وخدمت مع روروا كان يقول لك اجتمع عندي ازقي لي ونجي نديروا اجتماع يزقي القرباج ويزقي المشراره يزقي الاخر يقول له اون ريغلو بروبليم داخل لي زانستونس ديالنا تجي. وحنا كنا نحبوا نتلاقاو برا ونقصروا هكذا ودائما انك تعرف شغل يخافوا يقول لك واش راهم يكومبلوطيو باسكو لا فورس فينايتي توت لاسومبلي اللي فيها. شوف ربي برك لانه حتى رئيس الفيدراليه كان عنده فريق تاعو هو بارادو ومدور رئيس الرابطه عنده الفريق تاعو هو جمعيه شلف. كاين بعض الرؤساء اللي عندهم ايكيب تاعهم تحب ولا تكرهها. كاينه كيما احنا كيما نقولوا ينغونغ انا نجم نسميها حتى جماعه هذه بالك رضا قال تليفون ما يحبش بعضهم يجي يدير ديسيزيون حتى يتشاوروا بايزوب هادو لي خمسه ولا سته والاخرين مهمشينهم. بتات كو ملال اليوم حب يدخل في هذا الصف تاع اللي لازم تعيط له من ديسيزيون. هذه الاشياء اللي حاب يقولها مراد نكمل بال واش معناتها؟ معناتها انه اباك الحاجه وقال كلام خطير مش هو الكلام تاعو كلام تاع الشريف ملال اللي يقول لك باللي انا عيطوا لي وقالوا لي بلي فوتي على مضوار سي كراب. دونك واش معناتها؟ معناتها لا خير كي خير دي زوتشي كي مضوار ما طلعوش اونيتمون الناس ما فوطاوش عليهم باسكو عنده مشروع قال انا هذا المشروع تاع فلان انا مقتنع به ولا الناس تفوطي بالتليفون. واش حبيت نقول لك علاش الناس يقولوا ينتقد من اجل انتقاد؟ يبقى عفوا هذا معناه انه الكره الجزائريه والله ما تخرج من هذا النفق المظلم الى غايه. شكرا على محمد. يبقى سؤال واحد هل السي ملال راح يتعيطوا له كونسي ديسيبلين كيما عيطوا للناس اللي راح يديروا لينيو تريبيا ولكن كاين حاجه باش يا جماعه نفهم. هو ملال قبل ما يعني مشى هذه الخطوه انتم تعرفوا اولا اجلوا له مباراه. ثانيا كانت عنده مقابله واجلت مع السياسي. وثالثا كان عنده علاش هو كي اجلت هنايا كان يستنى باش يجري المباراه باش احسن لاعب تاعو واش يسموه لا في فيستون احسن لاعب هذاك باش ينحي العقوبه هذيك باش ممكن يلعب في لقاء اللي يشوف فيه المدرب تاعو. ثلاثه رابعا 18 يوم
بدون منافسة. أنت تشوف مدرب محترف اللي راه في جي اس كا باش يحضر فريق اللي راه في الرياضة بارك. هنا بطبيعة الحال هنا من حقه من حق ملال باش يتكلم باش يقول باش يقول هكذا احنا قلنا من حقه بارك الله. هادو المبررات من حق ملال كرئيس ويدافع على فريق شباب يدافع على ولكن رغم أنه من حقه كاين إطار منظم وكاين إطار محترم وكاين إطار قانوني. لا لا إطار غير محترم هذا اللي استعملوا هذا الشيء اللي استعملوا. أنا شخصيا نقول لا يا ملال معنا لماذا لأنه لا كيفاش أنت ترك رئيس اليوم بديت ترك رئيس اليوم بديت حبيت تجمع الرؤساء وتقول لهم سحبوا الثقة من وين هذه لعبة هذه. أنت اللي راك تقول بالتليفون قالوا لي قالوا لي انتخب مسح انتخبت ما قلتش هذاك النهار باللي يوم تيام قالوا لي في التليفون باللي كنت انتخب وكذا وما انا ما انتخبش كل المشارك انتخبت وصفقت اليوم يهم لا تحمل مسؤولية. هذا هو المشكل اللي حبيت نقول مراد السرار في لاسومبلي الاخرى قال لهم قاعدنا قبائج بيوضة وقاعدنا دي طاشنوار في القبائج هذا سي غراف ماشي سي غراف ماشي لا بلو غراف سي توني رياليتي سي غراف ماشي غراف كيف سي كرة جزائرية ما كانش لا لا هذا ماشي عادي ماشي عادي في التلفزيون عادي وشكون اللي يدير في الفتنة هل تقول لي سي با غراف حبيت تسقسي سي با غراف شوف لو كونتكست اللي رانا عايشين فيه دوك حاجه غير عاديه ولا عاديه. كاش رجل نظيف في كره القدم الجزائريه ايه وش هذا الكلام اكثر من القمجه هذه عادي ماشي عادي هذه حاجه طريقه هذه كيما صديق التصريح اللي عملوا رئيس اتحاد بسكره كيف كيف هذا وهذا كي بسكره وسكيكدا وهذا جماعه باش نكملوا في الموضوع هذا تاع ملال رئيس الشريف ملال كاين بعض الرؤساء اللي ما نقولوش احتجوا ولكن كانوا ضد الفكره من بينهم قاسي السعيد كمناجر جنرال والمدير الرياضي وكذلك حمار وغيرهم حمار بن عباس يعني كانوا ضد الفكره. احنا نتابع هذا اللقطات او هذا التقرير في ركن اللي هو بالونات مشاهدينا فقرة بالونات لهذا الأسبوع راح نهضروا ونعلقوا على أهم الأحداث الكروية اللي صارت في البطولة المحلية. في البداية راح تكون مع تصريحات رئيس شبيبة القبائل الشريف ملال اللي طاح على رئيس الرابطة تاع ديزاد عبد الكريم مدوار في كل مرة يخرج بقرار جديد ولهذا الخطرة خرج بقرار تأجيل لقاء شبيبة القبائل ضد اتحاد العاصمة. وي شفنا ملال زعف وتقرمد ورد على مدوار وقال له انت ماشي كابابل باش تسير الرابطة. هاي ضربة ثانية صعبة لك يا مدوار ملال من اين لك كل هذه الجرأة. ونروحوا دوكا للتحكيم الجزائري بعد ما كان النقطة السوداء في البطولة الوطنية بعد كل لقاء. هذه المرة الصفيرة الجزائرية والتي كانت حاضرة بقوة في نهائي تشامبيونز ليج أفريكان بعد ما أدار مهدي عبيد شارف مباراة الأهلي المصري مع الترجي التونسي وين ربح الأهلي المصري بثلاث أهداف لواحد. شارف اللي دار بوز كبير وجبد ليه كل الأنظار بقرارته التحكيمية الأخطاء بالجملة سيرته في البيت الثالث وين شفنا عبيد شارف أعلن على ضربة جزاء خيالية أبارامون شافها غير شارف هاد البيناتي. المهم يا سي شارف هاكا كزيد كمل علينا انت تاني بعد فرنس فوتبول بي بي سي وهذاك هو وكملناها بالتحكيم في الإفريقية نشروا الخسيل تاعنا مارسي عليك وي فيفا عليك اشكو تا ودوك نروحوا للتصريح تاع قاسي سعيد اللي رد على ملال وين شفنا قاسي سعيد يقول انا ما نحضرش للاجتماع اللي قلنا عليه شريف ملال. قاسي سعيد يمشي بعقلية أخطو راسي برك مدام مولودية راهي مليحة الله يسهل عليكم ما نخلط فيهم ما يدروا عليا. ونختموا الفقرة تاعنا بالهدف العالمي تاع رياض محرز واللي راهم صنفينه من أجمل الأهداف إلى حد الآن. على كل حال احنا البالونات دائما كاروكن باش نترفعوا نوعا ما ولكن اللي يهمنا هو الموضوع اللي تكلمنا عليه ورانا نتكلموا عليه هو شريف ملال وعبد الحكيم مدوار. وما ميزقولوا دوك هكذا عبد الكريم مدوار عبد الكريم او غلق التليفون تاعو عنده دو نيميرو ما كانش ما تحكموش علاش
دي فوا كاين تصريحات اللي صعاب شغل ما الجواب تاعو راح يكون صعب كيفاش كيما تجاوب تحصل وكي تجاوب وتشد الاعصاب الوسط اللي حاصل هذا المشاكل اللي لان صح صحفي تجي سهله يسال بصح اللي يجاوب هو اللي حيحصل مع الشعب مع الانسان اللي سالوه عليه على الموضوع هذو كاع لازم تفكر فيهم بدقه باش تنجم تجاوب في كل وقت كيفاش قلت لنا العقوبات اذا كان فيها عقوبه واش من العقوبات كي عاقبوا رئيس تاع فريق يقول لك عنده عقوبه 3 شهور واش معنى تاع العقوبه ما عندها حتى معنى هو يجي للاستاد نورمال كيما العاده ويدخل للفيسير كيما العاده ويطلع لا تريبي كيما العاده هو اللي شفناهم احنا ميم لي راديافي شفناهم متواجدين في الملاعب كلها انا نقول انا اقترح من هذا المنبر نقول الرابطه ولا لجنه الانضباط ولا الاتحاديه لازم تزيد في القوانين تاعها لما تعاقب ان ديريجون لازم يكون ممنوع الدخول للملعب كامل ولازم تكون الشرطه لازم كوميسار وماتش يبلغ مصالح الامن باللي ممنوع يدخل فلان للملعب طريب يا الحلو اذا كان بغيتو مازال 5 دقائق لا انا حبيت انا حبيتنا راحنا ماشي نربطوا معليش اون سوت با ديكو كالان ولكن نبقاو دائما في الاطار الكروي نسينا لانه نسينا المدربين هذا الاسبوع كثير من المدربين مشاو والله شوف كاين زيري كاين حموش زيد كاين تاع سكيك دا انا بغرارات حبيت مراد نطرح سؤال مادام راه البريزيدو معنا حبيت نعرف ديستوار تاع بلال زيري يا طريق لا توضح لنا علاش بريزيدو لانه انا جبت دي ستاتيستيك سير 30 ماتش 19 العام اللي فات وال11 تاع هذا العام الفريق تاع النهد 13 فيكتوار 13 نول 4 ديفات معناتها انه تسمى باركور تاع 52 نقطه معناتها باركور ديال الشامبيون اليوم سمعنا بلي بلال زيري تنحى ولا استقال تاع بيناتنا الحاج بيناتنا نهضروا على الكانال اوفيسيال هي الحاجه خير انا ماشي انا ماشي وكاله الانباء الجزائريه اللي تمد لك الرسمي قال دش انا وكذا وكذا انا نقول لك الحاج تنحى دوك اليوم فهمنا الحاج او عندك فرصه باسكو انا واحد كيما هذا اونترينور وليد الفريق ويروح فهمنا الحاج واش صرا هو ما صرا والو شوف احنا كاين حاجه في حسين داي اصلا الانهزام مع شباب بالكور في كل سنه وفي يعني مش من اليوم منذ سنين الهزيمه مع شباب الوزداد تسبب لنا مشاكل كبار يعني احنا ما كاش مقابله اللي نخافوا منها هي المقابله تاع شباب الوزداد واقل اقل منها بلديه الجزائر يعني تقريبا الانصار تاع نصر حسين دي هاد جوج مقابلات اللي يقعدوا ما يتقبلوش الهزيمه نخسروا مع اتحاد العاصمه وخسرنا مع البارادو وخسرنا مع الحراش ولا ما صرا حتى مشكل هادو جوج فرق احنا كي خسرنا مع المولوديه ديجا وقعت شغل مشكل تاع الانهزام مع المولوديه من بينها كنا حابين نربحوا المولوديه وبكل كنا حابين سما بعد خساره تاع السي ار بي جات تاع المولوديه لا لا, لا لا كانت المولوديه هي الاولى خسرنا المولوديه هي الاولى هي الاولى ومن بعد حنا خممنا باللي كي يلحق المقابله تاع شباب الوزداد راح رغم ان الرئيس كان ديجا دار اون بريم تري امبورطون للمقابله هذيك ولما خسرناها كانت لا ديسيبسيون جينيرال حتى يعني الشعب بدا يسب في الملعب يعني في الدقيقه 74 75 بدات لا ومن بعد هذيك هي كيما نقولوا لا غوت كي في ديبوردي الفاز مور المقابله شغل احنا كنا نفسيا اباتو خسرنا دو ماتش متابعين وبدينا نخافوا بداو يخرجوا الدعايات دوك من بينها الشيء اللي بلوكا واللي زاد الشعل في النار دوك شكون قال حقيقه حنا قرينا في لي ريزو سوسيو باللي قال لك لي جوار تاع النهد رفدوا رجليهم مع المولود مع سياربي سكيفو ما تجيش هذه قامت ما تجيش ومن بعد لو بلوس دخل بلال زيري في الوسط اصبر دوك انت في لي ريزو سوسيو في لي ريزو سوسيو شغل نسبوا له ليه الكلام تاع باعوا الماتش ورغم انه ومن بعد لاسات كانت تصل بينا وقالنا يا ودي انا نشهد باللي احنا ما قلناش هذا الكلام وبلال ما قالش هذا الكلام ولكن في لي ريزو سوسيو مشات باسمه سكي فو دير واش صرا من بعد صرا الشعب ثار على الاداره ككل اداره سكي فو دير اسمو مولا ما كاش اللي يجي قابل الشعب اون بلوس شغل برومي جور ما عندناش لي بون ريبونس
كي نبداو في ديبي سومان لا ريبريز اون با لا بون ريبونس بيس كل واحد راح لدارو لدو جور ابري تجي تسمع الكلام هذا الغاشي طاير الشعب يقول لك انا جايين للتدريبات تغير تدريب من 5 جويليه للبن صيام كذا ولكن سانا جامي تي لانتونسيون دو لا ديريكسيون باش الشعب يجي ليه ولا حاجه حنا نعرفوا بلي كانت عنده شعبيه وما عندنا ما عنده حتى مشكل بالعكس لان حنا في لي ريزو سوسيو كي نقراو نفهموا بلي الانصار كانوا غاضبين على الاداره من رئيس ورواح صافي دير حنايا حنا هما المشكل ماشي هو المشكل إيه؟ ولهذا حنا ماناش قادرين نكونوا حاضرين في لا ريبريز ودابور اوني جامي بريزون لا ريبريز وخاصه بلي الاشاعات والدعايات مشات على الجماعه اللي يمشوا مع الفريق على حساب الاستقاله تاع بلال على حساب الاستقاله تاع بلال هو يقول بلي انا ما كنتش محمي من طرف المسؤولين توي دونك الاستقاله تاعو صاب روحو بلي هو ويقول بلي صاب روحو وحده وهنا انا نقول بلي النتائج هي اللي تكلم على بلال النتائج اللي دارها نتائج ايجابيه حتى وانه وليد الفريق ولكن اليوم هذا الشيء اللي انا ما حبيتش انت كرئيس سامحني انت كرئيس وراك صاحبنا وخونا ما تشوفش بلي الملاحه لازم لها الاستقرار لأول مرة راك وصلتوا مدرب اون بلاص يا محمد اللي ينجم هو يكون اليوم الشعب اليوم الشعب يطلب يقول لك حنا اون فو دي تيتر سي اون فو دي تيتر سو ني با اون ايكيب كي بير ا دوميسيل تروا ماتش كونسيكي من الاتحاد العاصمه المولوديه وسي ار بي سو ني با ليكيب اللي راح تولي شوف قال في لا لا على هذه المرحله ما كانش غير الفريق اللي المراحل كلهم شوف المراحل كلهم وحنا زياده على هذا الموضوع باش ما يتهموناش الناس وتنسى بالخف باللي الفريق عطى له انا معليش خليني غير برك واش علاه انا نقول ما تشوفش باللي بلال ملي جا عطى الشيء كبير للفريق علاش بهذه السهوله واحد بالخف يروح سيت ان اونسيان جوار ربحته واحد اللي عنده يعرف كيفاش يجيري لي فيسيان يعرف كيفاش يعرف البيت يا محمد يا محمد نقول لك حاجه انت عندك حق تقول هذا الكلام باش لو كان تساله هو تقول له علاش استقلت كاش واحد جا قال له استقيل راك تدرب ليكيب اي طونطريني وكرون كومبلي دي فوا تبان الحال دي فوا ما عندكش موراك الاداره ولا يهمك انت المهم تجي للملعب تلقى الكارد ماتيريال تلقى السكريتير تلقى البالونات تلقى الفيسير محلول المعنويات كيف يا رئيس معنويات كي تقول لي يسيب كارد ماتيريال وما يسيبش الرئيس وما يسيبش الناس اللي تقعد لا الرئيس جميع شكرا مراد بارك الله فيكم يعطيكم الصحه كاين لغز واحد اخر انا نتكلموا على اقاله واستقاله تاجنانت ثلاث مدربين والقانون يقول زوج او جاي ميز بغراره بعد حمادي دو تاع التونسي هذاك ثم كمال بهلال تاجنانت ومن بعد درك بغراره كيفاش راح يكون راح يجي اجازه يدخل اجوا سا سي غراف انكور هاو ملف واحد اخر صح لا بالصباح حنا نقولوا سي غراف سي غراف واش تولي سي تري غراف لا ما توليش سي تري غراف تولي نورمال تولي عاديه وانا كي قلت لك بنات عاديه شغل زعما او عاديه ما تصفقوش على رضا عادي صفقوا على العادي رضا اليوم جاب لنا من عند النادي الرياضي الهاوي ابطال محمديه مشكورين هما اللي عرضونا باش يقاتلوا المباراه ومن بعد عجلوها ونقول لك حاجه عجلوها على جاكم باش تلعبوا لي فينال مع لي زونسيان جوار تاع الحراس حنا مباشره فيناليست حنا اسمع دايركت دونك هذه الشهاده للطاقم حصه بعد التسعين يعني هذه تاع ابطال محمديه هذه بعد التسعين هذه تمشي مباشره للبلاد تيفي هكذا وهذه للمنظمه الوطنيه للصحفيين الرياضيين مشكورين على كل حال يعطيكم الصحه ما تنسنا قبل حاجه باسكو كاين سيتواتي الناصرين اللي هنا عنده شوف ولاده عنده في المانيا ويتبعونا يتبعوا الحصه واشاك فوا يقول لهم يسلم عليهم هكذايا يقول لهم راني نكلم الجماعه في البلاطو باش نسلموا عليهم شكون تعرف شكون عنده عبد الرحمن في دورتموند لا واحد عنده عامر وليد السيتواتي اللي راه معنا بدر الدين ورابح راه في باري في دورتموند وهذا الاول عامر هو مدرب كذلك راه في المانيا كمدرب في الاصناف سهل. شكرا توتي نسلموا على الجاليه ونسلموا اي سي فري كاين حاجه عمرنا في الحصه ما ذكرنا الجاليه وكذا سي غراف هم يشوفوا فينا اذا بارك الله فيكم على الاهتمام اللي راكم تعطيوه للحصه مراد كاين البارح برك داروا دوره كرويه تخليدا لعمي احمد بوصوف المعروف بعمي احمد اللي صرات في الفاول بمشاركه
الامن الوطني والمؤسسه ذلك الخبر، نشكروا نتمنوا ان شاء الله المغفره والعائله الكريمه ان هكذا. كاين ثاني صاحبي باك اليوم تزوج، كلشي مبروك، كلشي مبروك. اه اليوم معروضين، انا معروضين اليوم، انا معروضين. هذه كان بديت لنا هذه بدايه الحصار، كنت قلت لها هذه حسام عياط اللي عايش في المانيا اليوم جا فرح، كلشي مبروك، فرح الوالده نتاعو بالبركه وربي يبارك له ان شاء الله. وكذلك سلام للناس الحجاج، مرسى الحجاج تعرفوا في مصر، ومس غانم نظموا نشاط كروي على رأسه العربي، وكانوا بعض الوجوه الرياضيه والشخصيات كذلك وبعض الوزراء منهم عمارته وقارة كلهم هذو كانوا حضروا، كان يعني حفل كبير الله يبارك. فنقول لهم يعني واصلوا، لماذا؟ لانه عندهم فريق ويلعب على درجه مستوى معين، فهنا احنا حاضرين باش ندعموا الحركه الرياضيه بصفه عامه وكره القدم بصفه خاصه، ولكن احنا في الحصه تاعنا نتكلموا على الخطوره، خطوره خطوره، ولكن من بعد تولي عاديه. اذا نختم حصتنا بالعادي. وشنو محمد حبيت تزيد حاجه؟ مراد برك نشكر الجماعه اللي مشيت معاهم للبرج، سيرتو البيس اللي ركبت فيه باسكو كان فيه فنانين، كان فيه صحفيين كذا، ونشكر كاع ناس البرج. وزيد نقول حاجه برك على اتحاد بليده، لا سمحت لي مراد، نشكر رئيس البلديه اللي اعطى الدعم للفريق وعطى مقر لأول مرة جوديبيا، لأول مرة سلم مقر لاتحاد البليدة، اللي اليوم اتحاد البليدة عندها مقر، ونشكروها بالجزاء. صافي بليزير، شكرا، يعطيك الصحة سيد الوالي، يعطيك الصحة سيد الوالي. وهذا احنا بحاجة إلى إطارات ومسؤولين يدعموا الحركة بلدية. ولكن في إطار دائما احنا نقولوا قانوني، رئيس بلدية. يا محمد انت لو قلت رئيس بلدية سيد الرئيس، اسمح لي سيد رئيس البلدية. إذا مشكور بهذا، نأتي إلى نهاية حصتكم. نشكر محمد حمدادو على بالك تفكر في العشاء، في العشاء هاي بس نروح. حمدادو المشرف على الحصة، على الحصص اللي بقناتكم قناة البلاد تي في، رشيد سكريبت، وصادق كذلك المخرج، وكل الزملاء التقنيين والفنيين اللي موجودين معنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.